مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا، نظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية مظاهرات اليوم بميدان التحرير وعدد من المحافظات. من المفترض بحسب بيان القوى السياسية التي شاركت في تظاهرات اليوم أن تستمر المظاهرات كل أسبوع حتى 30 من يونيو القادم، والإعلان عن اعتصام مفتوح حتى سقوط النظام، ذلك بحسب ما جاء في البيان. تتركز مطالب القوى السياسية التي شاركت في تظاهرات اليوم عدة مطالب: وضع دستور جديد للبلاد، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. يأتي هذا بينما تستمر حملة التمرد في توقيع استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسي، حيث أعلنت الحركة أنها جمعت ما يزيد على 2 مليون توقيع حتى الآن. مشاهدينا، حول تظاهرات اليوم ومطالبها وحركة التمرد ومطالبها أيضا ومواقف القوى السياسية والإسلامية من هذه المطالب، تأتيكم هذه المتابعة الإخبارية التي نستضيف فيها كل من دكتور أحمد عقيل المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك. وكذلك معنا محمود بدر المنسق العام لحركة التمرد. أنا بك محمود، شايفك المتحدث الرسمي مش المنسق العام، عفوا. يبقى الأستاذ محمود بدر المتحدث الرسمي لحركة التمرد، وهندهلك بقى بمحمود، يعني أنا أشعر أن السن يعني قريبة. محمود، خليني أسألك السؤال البديهي، أنتوا وصل عدد الاستمارات كام لغايه دلوقتي؟ احنا زي ما اعلنا في مؤتمرنا الاخير في 12 مايو الماضي ان 2 مليون توقيع، 29,295. من ساعتها ما عملناش اي احصاء جديد، وقريبا يعني احنا وعدنا الناس كلها ان احنا هنعمل مؤتمرات صحفيه كل فتره نعلن فيها عما توصلنا. يعني رقم اللي انتوا اخر احصاء ليكم كان 2 مليون في يوم كام؟ 12 مايو. 12 مايو الماضي 2,29,295. تمام. هي طريقه التوقيع ايه؟ هي طريقه التوقيع اللي انت بتنزل الشارع فقط وبتعرض الاستماره اللي هي في ايديا دي. أيوة. على المواطنين، وهو بيمضي عليها، بيقرا اللي فيها وبيطلع بطاقته وبيكتب البيانات المطلوبه، اسمه، رقم بطاقته بالكامل من واقع بطاقته يعني، ومحافظته يعني وطبقه. لازم يطلع لك بطاقته، لازم انت تبص على بطاقته وهو طبعا. مش اي حد يعني هيمضي. لا طبعا. طيب، والجزء الخاص بالتوقيع الالكتروني؟ لا، احنا كان بدا محاوله لكن طبعا لان فقراء يعني، فكانت بدات على موقع جوجل بشيء مجاني كده، فاكتشفنا ان كتر الضغط عليه بيوقعوا السيرفر، وانه في اكتر من حاجه ملاحظات عليه، فاحنا اصلا قررنا الغاءه دلوقتي ووقفه لحين ما نشوف التعديلات قريب في اطلاق موقع لينا، ووقتها هنشوف الاجراءات اللي ممكن تتخذ ليه عشان خاطر ما يبقاش في تزوير، ما يبقاش في اي نوع من انواع. لكن ال 2 مليون 29 الف لم يتم احتساب فيهم اي توقيعات الكترونيه. طيب، يعني قبل ما اوصل معك محمود، اشير فقط النافذه التي على جواري على شاشه الجزيره مباشر مصر، استمرار المناوشات في محيط قصر النيل بين بعض المتظاهرين او بعض الصبيه وبين قوات الامن من الجانب الاخر. هناك حاله من الكر والفر والقاء حجاره وطوب من قبل المتظاهرين على قوات الامن وحتى مولوتوف، ويرد عليهم او ترد عليهم قوات الامن ايضا بالقاء قنابل الغاز المسيل للدموع. نحن نتابع معكم لحظه بلحظه ما يحدث في محيط قصر النيل، هذا المشهد المتكرر على الاقل في الاسابيع الاخيره، من وراءه بالطبع لا نعلم يعني على وجه الدقة. محمود، الحقيقة ناس كتير بتشكك في الرقم اللي انتوا بتقولوه، سواء 2 مليون أو حتى التوقيع الإلكتروني، وحتى البعض الحقيقة على الفيسبوك قال اللي أنا دخلت على مثلا على الموقع الإلكتروني وكتبت أي اسم بأي رقم، وحتى ما كانش رقم قومي كامل، ولقيت قبل التوقيع ده. أصعب من كده، ده واحد كتب اسم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اللي هو مضى علشان يبين مدى عدم الدقية في هذه التوقيعات. التوقيعات يعني الإلكترونية واقفة بقى لها فترة أصلا. أولا، ثانيا، احنا لم نحتسب التوقيعات الإلكترونية، يعني هي بالنسبة لنا مش موجودة. فهو اللي يكلمني في الأرقام دي، ده واحد. اثنين، حضرتك بتشكك. جماعة الإخوان المسلمين بتشكك. خليني قبل ما أتكلم فكرة بقى التشكيك، أسأل سؤال مهم جدا. طيب، أنتم مش واثقين فينا، نحن ندير هذه الحملة، نحن ننزل إلى المواطنين، نجمع توقيعاتهم، نحن نفرز، نحن نعلن النتائج في النهاية للناس، وانتم مش واثقين فينا، حلو؟ انتم بتعرضونا في اللي احنا بنعمله، فبما انكم كده مش واثقين فينا، حلو؟ طيب،
ليه لما المعارضة المصرية طلبتكم بعمل حكومة ائتلاف وطني تضم كافة القوى والتيارات السياسية لأنهم لا يثقون فيكم ولا يثقون في إدارتكم البلاد ولا يثقون أنه يكون وزير الإعلام الإخواني، يعني وزير الإعلام الإخواني على رأس السلطة اللي هتدير الانتخابات، وزير تنمية محلية إخواني على رأس السلطة التي تدير الانتخابات، وزير الداخلية اللي احنا بنعتبره إخواني على رأس السلطة بتدير الانتخابات، ليه زعلانين ومصرين على أن انتوا تمشوا في الطريق ده؟ يبقى بما أنكم بتشككوا فينا فكمان المعارضة بتشكك فيكم، واحنا من حقنا أن احنا نسأل ليه، يعني انتوا بتشككوا فينا واحنا كمان بنشكك فيكم، ده رقم واحد. اتنين، انتم مش واثقين في الارقام اللي احنا جمعناها، حلو، واحنا شايفين انه من خلال تجاوب الشارع المصري معانا ان في اقبال كبير جدا علينا، وبالعكس كمان احنا شايفين ان الشعب المصري بالفعل بدا يتجه لسحب الثقه من الرئيس، وده مش بناء على طلبنا، ده بناء على الشعب المصري بيتجه لسحب الثقه من الرئيس. كتير من المصريين يتجهون لسحب، شايف ان هو مبالغ فيه وعام، كتير من المصريين يتجهون لسحب الثقه من الرئيس وبناء عليه. خليني بقى اقول حاجه، حلو، هما بيقولوا ان احنا بنتكلم باسم الشعب زورا وبهتان، واحنا بنقول ان انتوا بتتكلموا دلوقتي باسم الشعب زورا وبهتان. هيا بنا نتجه الى صندوق الانتخابات الرئاسيه المبكره، اذا كنتوا واثقين من الشارع المصري، اذا كنتوا واثقين ان الشرعيه لسه معاكم، اذا كنتوا واثقين ان انتوا لسه يعني شايفين الامور معاكم وفي ايديكم ان الشعب معاكم، ما يلا نروح لصندوق الانتخاب ونشوف. طيب صندوق الانتخاب ده، انتخابات من 9 اشهر وافرز اول انتخابات رئاسيه حره، وقال البعض انها كمان نزيها الى اقصى ما يكون، وهي التي جاءت بالدكتور محمد مرسي، وضمن هذه الوعود التي من ضمن الانتخابات الرئاسيه المبكره ان احنا ما كناش بنمضي الرئيس شيك على بياض، هو انتخب على اساس شيء معين خالف كل من تم انتخابه عليه بما فيها الوعود. الرئيس محمد مرسي نفسه في قوله على 4 سنوات لا لم يوقعه لا على شيك على بياض. وانا اقول لحضرتك الدكتور محمد مرسي نفسه في حوار لي مع الاعلامي محمود سعد قبل الانتخابات قال اذا خالفت كل الوعود اخرجوا عليا، المصريين مش هيسيبوني اكمل سنه واحده بس لو انا خالفت وعود وما حققتهمش اهداف الصرف. ده كلام الرئيس محمد مرسي. بس خليني كمان اضيف نقطه مهمه، انه اي دوله ديمقراطيه في العالم بيحصل فيها ازمات زي الازمات اللي احنا فيها، سياسيه لحد التطاحن الناس بتقتل في بعض، اقتصاديه لحد ان الناس مش لاقيه تاكل عندنا في مصر دلوقتي، فالطبيعي انها بتتجه لصندوق الانتخاب. يعني حتى الانتخابات الرئاسيه المبكره تقليد ديمقراطي، يعني احنا بنقول هل احنا بنقول يلا امشي كده؟ لا، يلا امشي بالصندوق، تعال نروح للصندوق، لو انتوا واثقين في نفسكم الشعب هينتخبكم تاني، احنا واثقين ان الشعب مش هينتخبكم تاني وبناء على بنقول يلا نروح الصندوق. طيب احمد، واحنا اتفقنا في الاول ناوي هنشيل الالقاب والتكليف، يعني ببساطه شديده حركه التمرد بتقول لك ان احنا اطار سلمي، حركه سلميه بننزل للشارع، بنتجه للشارع اللي هو شايفه ان هو خلاص ضج بيه بحكم الرئيس محمد مرسي ومش عايزه يكمل، واحنا دورنا ان احنا بنجمع توقيعات ونضغط ضغط سلمي لانتخابات رئاسيه مبكره، واحنا ماشيين في اتجاهنا وعدينا يعني اقتربنا من 3 مليون صوت. ايه رايك في الكلام ده وردك عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه استاذ احمد خلينا احييك واحيي محمود واحيي طبعا الساده المشاهدين. انا في اعتقادي زي ما قلت سابقا وبقرر ان اي حركه في الشارع هي حركه كاشفه. وليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة تتحرك بصورة سلمية وفي الإطار الديمقراطي في الشارع، وبناء عليه إحنا اتكلمنا وقلنا أن الأيام القادمة ستسفر وستثبت إحنا رايحين في أنهي اتجاه. النهاردة إحنا بنتكلم على 2 مليون وشوية كده، مش عارف يطلعوا كام توقيع، وأنا شككت في هذا الكلام امبارح وأول امبارح، وكان النهاردة الحركة في الشارع كاشفة لهذا العدد. قصدك الأعداد اللي نزلت في الميدان يعني؟ بالتأكيد. إحنا أمام مليونية دعت إليها حركة التمرد وحزب الدستور وحزب لا أنا بأكد وأحزاب كثيرة جدا. أنا هجيلك عشان وأحزاب كثيرة جدا كويس، وقلنا العودة للميدان وما إلى ذلك. وفي النهاية أنا حضرتك شفت الأعداد المشاركة حجمها قد إيه؟ أنت عايز تقول لو في 2 مليون وقعوا كنا النهارده نشوفهم في الميدان؟ خلي بالك هم يعني بيقولوا إن إحنا مش الـ 2 في المليون نزلنا الحقيقي للميدان يوم 30 يونيو القادم. مفيش مشكلة، إحنا ما عندناش مشكلة في هذا التحرك، نتحرك كما شئنا، لكن أنا ما أراه الآن على الشاشات هو استنساخ لتجربة جبهة الإنقاذ مرة أخرى. إحنا النهارده جبهة الإنقاذ نزلت وقالت إن إحنا نتحرك بسلمية وما إلى ذلك. الأعداد قليلة، قليل من العدد، كثير من العنف. النهاردة بدأت نفس المسلسل اللي كنا بنشوفه خلال الفترة السابقة بعد فترة الهدوء اللي احنا عشناها. إذن احنا أمام معارضة ليس لديها جديد. النهاردة امبارح كانوا بيجمعوا توكيلات للفريق السيسي عشان يحكم، والنهاردة بيجمعوا توقيعات عشان سحب الثقة.
لا توكيلات لأحد عشان يحكم وسيلة ديمقراطية ولا توكيلات سحب الثقة. أحمد خلينا نتكلم في الفكرة، أنت شايف الفكرة يعني الدكتور محمد البلتاجي النهاردة القيادي في الحرية العدالة، أنا شايف فكرة جيدة يعني وسلمية وحياه بغض النظر، هو طبعا بالطبع لا يتفق معاه وشايف العكس، لكن شايفها فكرة سلمية، وغيره على فكرة من قادة التيار الإسلامي شايفين الفكرة سلمية وإصلاحية، يعني على الأقل أفضل من فكرة البلاك لوك والنزول والعنف. وأنا قلت هذا أنا ليس لدي أي مشاكل مع هذا الحركة. أنا أن تتحول الحركة بعد ذلك إلى هذا المشهد إلى هذا المشهد اللي احنا شايفينه الآن كمعارضة بقى، أنا مش بتكلم على التمرد أو الأحزاب أو ما إلى ذلك. أنا لي تعليق على الأحزاب التي حولت نفسها إلى من أحزاب سياسية إلى حركات احتجاجية، ولازم ان احنا نكون واعيين والناس تعرف ان الاحزاب السياسيه لها دور والحركات الاحتجاجيه لها دور اخر. يعني النهارده امام احزاب لها قيادات مفروض ان هي تكون قيادات كبيره تترك مجال عملها الاساسي في تقديم البدائل وفي المشاركه السياسيه وفي الى ان هي تتحول الى حركه احتجاجيه كل دورها في الحياه ان هي في الحياه السياسيه ان هي تسير المظاهرات وتعمل الاعتصامات والى اخره. الاحتجاج وهذا الاحتجاج شكل من اشكال العمل السياسي، الاحتجاج السلمي جزء من العمل السياسي. لكن لما يكون حزب سياسي يترك كل مجالات العمل لخدمه الشعب ويتجه الى ان هو يتحول الى فقط حركه احتجاجيه، انا في اعتقاد ان هذا عيب. العيب الاكبر ان احنا في ظل هذه الاعداد المشاركه النهارده ان احنا نجد ان قيادات هذه الاحزاب او قيادات هذه المعارضه تتحدث باسم الشعب. يعني على الاقل انت لو انت عندك هذا العدد من المعارضين او الساعين ان هم يسقطوا نظام، يعني انا اعتقد ان احنا لما بدانا 25 يناير لم يستطع احد اسقاط النظام الا لما في اجماع شعبي كامل على هذا الهدف، اصبح في الملايين في الشارع بتتحدث عن اسقاط النظام وما الى ذلك. فكره ان شعبيه الرئيس مرسي تتراجع يوما بعد يوم، ومن هنا انطلقت فكره حمله تمرد، ايه رايك تقييمك لده؟ يعني محمود في كلامه بيقول الشعب المصري خلاص مش عايز محمد مرسي، ايه رايك؟ احنا عندنا مشكله زي ما بقول لحضرتك ان احنا يعني عدوى الحديث باسم الشعب المصري. هناك وسائل ديمقراطية أستاذ أحمد للحديث باسم الشعوب. يعني أنا النهاردة حزب العدالة والتنمية في تركيا فاز في الانتخابات السابقة ب50% من أصوات الناخبين الأتراك، ومع ذلك وكان بمقدرة المعارضة أن هي تجمع توقيعات زي ما بقول لحضرتك وهم نفس العدد بتاعنا، ويمكن كان ممكن يجمعوا 45 مليون توقيع وكل الكلام، لكن هناك آليات ديمقراطية، هناك احنا امام انتخابات بتعبر عن اراده هذا الشعب. انت عايز تشارك في السلطه وعايز يبقى ليك دور في السلطه الموجوده، هناك انتخابات برلمانيه، هناك رئاسه وزراء، هناك مجالس نيابيه وما الى ذلك، لكن ان احنا نضع البلاد على حافه. طب انا هسال حضرتك سؤال، اذا كنا احنا الان امام توقيعات لسحب الثقه، وانا اول مره اسمع عن فكره سحب الثقه من رئيس، لكن على اي الاحوال لو احنا النهارده امام توقيعات لسحب الثقه من رئيس ورحنا الانتخابات مبكرة، أنا عايز أسأل ماذا لو نجح محمد مرسي مرة أخرى؟ وماذا لو نجح أحد المعارضين لمحمد مرسي ثم جيت أنا كجماعة إخوان مسلمين أو كحزب حرية وعدالة وجمعت في اليوم التالي 15 مليون توقيع لرفض نتيجة الانتخابات؟ هذا يضعنا على حافة الهوية ويضعنا على في وضع غير محمود. سؤال يبدو منطقيا جداً. أنت النهاردة بتقول أنا عايز انتخابات رئاسية مبكرة، ماذا لو جاء محمد مرسي مرة أخرى في هذه الانتخابات؟ وماذا لو جاء غيره ونزلت جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية لجمع تمرد وسحب ثقة وجمعوا؟ الفكرة بقى هنا يا أستاذ أحمد، الفكرة في إيه؟ إنه هما بيعتبروا إن التمرد من غير أمل أسمى معاني الغرام. لا مش حقيقي، حضرتك بتلف وتدور حوالين الموضوع. الموضوع الرئيسي أن الرئيس محمد مرسي فشل طوال السنة في تحقيق أي شيء من وعوده. الموضوع الرئيسي أن الرئيس محمد مرسي وعدنا على الأقل بخمس أشياء سينفذها في المائة يوم الأولى، ده برنامجه، صلب برنامجه الانتخابي، لم ينفذ منها أي شيء حتى الآن. الموضوع الرئيسي أن الأمن في الشارع المصري لم يعود كما كان. الموضوع الرئيسي أن الاقتصاد المصري منهار. الموضوع الرئيسي أن وزير أنا بس خلينا أقول لحضرتك في فرنسا جاء بوعود كثيرة ولم ينفذها وفقد الكثير من شعبيته، لكن لم نجد مثلا حركة تمرد فرنسوية نزلت شارع بتطالب بسحب الثقة من أولاند. لأن الأوضاع في فرنسا مستقرة مش زي عندنا في مصر. ثورة أيما الرئيس بيوعد فيها بمجموعة وعود وبيقصي كل المشاركين حواليه. يعني خلينا أكلم حضرتك يا أستاذنا
في الارقام. يعني لما يبقى عندي تراجع معدل الاستثمار في مصر اقل من 15%، لما يبقى عندي معدل النمو الاقتصادي عن السنه اللي فاتت، لما يبقى عندي معدل النمو الاقتصادي 2%، وهي ما يعني عدم زياده دخل الفرد خلال السنه الاخيره خالص اطلاقا، لما يبقى عندي معدلات البطاله وصلت لحدود 13%، لما يبقى عندي 27% من العاطلين سبق ليهم العمل، معناها انه فقدوا عمله. ايا كانت صحه كل الارقام ده لا يعني ابدا ان انا انزل الشارع اسحب ثقه من رئيس ديمقراطي منتخب بطريقه ديمقراطيه، لانه انقلب على ما تم انتخابه عليه. بمعنى هل احنا لما انتخبنا الرئيس محمد مرسي كان قايل لنا انه هيعمل اعلان دستوري يضع من نفسه فوق القانون لفتره معينه؟ هل احنا لما انتخبنا الرئيس محمد مرسي كان قايل لنا انه هو وجماعته هيروحوا يحاصروا المحاكم عشان خاطر يمنعوا اصدار حكم؟ هل احنا لما انتخبنا الرئيس محمد مرسي قال لنا انه ما ردتش يا محمود ما ردتش على السؤال؟ لو جه محمد مرسي يعني انت النهارده انتخابات رئاسيه، يبقى هم معناها لو جه محمد لو جه واحد بدل محمد مرسي، لو جه لو خلينا في الاول لو جه محمد مرسي، لا لو جه محمد مرسي ساعتها احنا نسكت خالص، يبقى الشعب المصري عايزه ده حقيقي. بس احنا بقى بنقول وعلى ثقه تامه ان الشعب لا يريد بدليل. خليني اقول لحضرتك استاذ، حضرتك قلت نصا يا دكتور ليس لدينا اي مشكله مع اي جهه تتحرك بسلميه في الشارع. طيب لماذا تم تحويل البلاغ المقدم ضدي الى جهاز الى نيابه امن الدوله العليا طوارئ بعد اقل من ساعتين؟ انت في بلاغ مقدم ضدي اول امبارح وتم تحويله الى نيابه بتهمه قلب نظام الحكم، وتم تحويله الى نيابه امن الدوله العليا طوارئ. طلبوك للتحيه محمود بس عشان اعرف الحته الخبريه ديت، يعني طلبوك للتحيه في نيابه امن الدوله؟ انا بلغت عن طريق زمايل اصدقائنا اللي بيتابعوا مكتب النائب العام ونيابه امن الدوله العليا طوارئ انه بدا التحقيق والنهارده منشور في جريده الشروق. لكن ما جالكش استدعاء رسمي من قبل نيابه امن الدوله؟ حتى الان ما وصلنيش استدعاء رسمي، يعني حتى الان ما وصلنيش استدعاء رسمي، والمحامي اللي قدم البلاغ وشفنا صوره البلاغ كانت منشوره في كل مكان. محامي من الاخوان ولا مش معروف؟ ما اعرفوش اصلا. يعني رقم 2 اعتقال اصدقاء لنا في السويس، في سوهاج، في الزقازيق، في جامعة القاهرة، في بنها، وامبارح في مترو أنور السادات، كل ما بيشوف الشارع عشان خاطر يوقعه. طيب يا دكتور الدستور اللي حضرتك أعرف منك أخبار، لا معلش كم واحد معتقل منكم؟ أنا بس بعرف منك أخبار ده مهم جدا. السويس تم اعتقال واحد سوهاج وخرج، أربعة في سوهاج وخرجوا، والنيابة العامة كان ليها دور مهم جدا في بيان اللي أصدرته هناك وقالت إن ما نقوم به ليس به شيء يخالف القانون. الزقازيق ثلاثة، جامعة القاهرة 10، خرجوا جامعة القاهرة 10، بنها امبارح خرجوا برضه، كل دول خرجوا. لكن الفكره في ان انت بتعوقني، بمعنى الدستور الذي كتبوه الدستور اللي هم كتبوه حلو بينص في احد مواده على ان يكفل حريه الراي والتعبير. فانا رايي ان تتم اجراء انتخابات رئاسيه مبكره، اعبر عن هذا الراي بهذه الوثيقه التي اجمع عليها توقيعات المصريين. اظن ان انا ما بجيبش واحد اقول له هتوقع بالعافيه، هو بيجي لي عشان خاطر يوقع، فانا بمارس حقي في حريه. فحتى هذا الدستور بينتهك الدستور اللي هم كتبوه والمواثيق الدوليه اللي مصر موقعه عليها. دي الاستماره، دي الاستماره مكتوب عليها تمرد. أيوة لو انا جيت عملت استماره وشلت تمرد دي وكتبت عليها مؤيد او كتبت عليها تجرد ونزلت لم توقيعات تأييد للرئيس مرسي وجمعت اكتر منكم، خلاص يبقى المساله خلصت؟ لا خلاص نروح انتخابات الرئاسة المبكرة. ايوه ما هو ده الحل. يعني انت عملت توقعات مؤيد ماشي، هل احنا بننزل نجمع توقعات من اجل هدف جمع التوقعات ولا من اجل ان نثبت ان شرعيه الرئيس؟ ومش انا بس اللي بقول، يعني لما يبقى مركز بصيره اللي هو مركز استطلاع الراي ده يطلع استطلاع راي وبيقول ان شعبيه الرئيس مرسي تراجعت ل 30% من المصريين، مش انا اللي بقول الكلام ده. خلاص انا شايف لو انتم مش شايفين ان في ازمات اقتصاديه، لو مش شايفين ان في ازمات حقيقيه بيمر بها المواطن، لو مش شايفين يا دكتور ان قطع الطرق بقى سمة يومية عشان خاطر المواطنين بيتخطفوا على الطرقات، دلوقتي المواطن المصري بقى يمشي يتلفت وراه عشان خاطر خايف لا يتسرق، خايف لا يتثبت، خايف لا يتخطف، مفيش أي أمن موجود في الشارع، فشل ذريع في إنه مصر العظيمة دي مش قادرة في خلال سنة كاملة ترجع الأمن في الشارع. يا دكتور أحمد، النهارده حركة تمرد اختارت طريقها وعارفة هدفها، هي عايزة تسقط هذا النظام وتجري انتخابات رئاسية مبكرة وشوف شرعيتك في الانتخابات القادمة، وبيقول لك ده أمر ديمقراطي وسلمي، هو ما راحش حرق ولا ولع ولا قطع طريق. انتم في الحريه والعداله هذا الحزب الذي خرج منه رئيس الجمهوريه الان، ماذا انتم فاعلون تجاه هذه الحمله؟ لا انا بيعملوا اهو، انا ما عنديش اي مشاكل مع الحمله، انا بتكلم بس في الحريه والعداله. يعني انتوا مقدمين المضاد يا دكتور احمد؟ لحظه يا محمود، قبل الحوار بس عشان يعني ما دام انا بتكلم يعني بادب. لا لحظه ما بتكلم بادب ارجوك، انا خليني انا يا دكتور احمد لو توجيه، يعني خليني انا اللي بواجه الاسئله، خليك معايا بعد اذنك. مع حضرتك النهارده انا اجراءات التحقيق لما يكون واحد تم توقيفه عشان بيجري حاجه معينه ثم خرج في نفس اليوم، دي قصه النيابه وقصه الشرطه وما الى ذلك، ولا علاقه لنا في حزب الحريه والعداله. وانا على المستوى الشخصي انا هناك كثير مما تم اعتقالهم حتى في امور كانت تتعلق بالنيابه انا تضامنت معاهم، وكان من ضمنهم
احمد ماهر وكتبت هذا وتواصلت مع حركه 6 ابريل في هذا، فانا ما عندناش مشكله تمام. احنا بنتكلم على امر دلوقتي، احنا بنرى ان هذا الامر لو استمرت فوضى هذه التوقعات، يعني النهارده الحزب البناء والتنميه بيتكلم عنه جمع 7 مليون توقيع لتأييد الرئيس مرسي، كويس كده، هو من الصعيد فقط، كويس كده، ده الحزب قال كده رسميا. طبعا قال كده الشيخ عصام عبد المجيد قال كده، وبناء عليه ورغم ان انا في وجهه نظر يعني ان حزب البناء والتنميه او الجماعه الاسلاميه يمكن لديها كوادر ولديها قيادات وناس في المحافظات وما الى ذلك، اكيد اكتر كتير جدا من الحركه لسه ما زالت ناشئه او ما زالت يعني تعتمد على وده معناه ايه؟ ده معناه ايه من وجهه نظرك يعني؟ ده معناه ان انا النهارده بخلق جو من فوضى التوقعات، يعني انا النهارده احنا عانينا من فوضى القاء المولوتوف وضرب الخرطوش وما الى ذلك، النهارده عايزين نخرج عن كل المسارات الديمقراطيه اللي العالم كله شغال بيها، طيب ونروح على فكره جديده. انت عارف الملمح التاريخي بتاع فكره التوكيلات لسعد زغلول قبل ثوره 19، وكان ملمح شافوه الناس وملمح جديد وملمح حتى سلمي وديمقراطي. فكره التوكيلات للدكتور محمد البرادعي او وثيقه الجمعيه الوطنيه للتغيير، وانتم شاركتوا فيها. صحيح. الفكره اذا ليها جذور بشكل او باخر. شوف يا استاذ احمد، السياق مختلف تماما. احنا النهارده عايزين نبني البلد على اسس من الديمقراطيه المعروفه في كل دول العالم، وبناء عليه احنا بنتحرك حتى فكره القوى السياسيه وما الى ذلك، احنا عايزين ان تتجه الجميع لبناء احزاب يكون لها دور في بناء البلد. لكن النهارده انا رافض الدستور ورافض الرئيس مرسي ورافض الحوار ورافض، ثم بتجه في المقابل الى العنف والقاء المولوتوف وجمع توقيعات للفريق السيسي مع كامل الاحترام ليه، وهو بموقف وطني ومشرف نفى تماما ان يكون الجيش عوده للحياه السياسيه. بس حركه التمرد خدت سياق ثاني وخط ثاني خالص. ثم لا، ده كل ده تنوع ليه من اشكال الخروج على المسارات الديمقراطيه المعروفه. النهارده انخفاض شعبيه اي رئيس، الرئيس اوباما انخفضت شعبيته في دورته الاولى، في منتصف دورته الاولى، والى نص ما كانت عليه في بدايه حملته. انخفاض شعبيه او ارتفاع شعبيه او مدى ما يتم انجازه بالنسبه لطموحات المواطنين ده شيء تمام، وان انا ادخل في فوضى الانتخابات المبكره ثم انتخابات مبكره. وانا سالت سؤال، لو احنا النهارده عملنا انتخابات مبكره وتاني يوم انا جمعت 15 مليون توقيع وانا اقدر ان افعل ذلك، نذهب الى انتخابات بعد شهر مبكره مره اخرى؟ طيب لو جاء الرئيس بناء على تحقيق اهداف ثوره 25 يناير والبعض راى ان الرئيس لم يحقق اي من هذه الاهداف بل يتراجع عنها، هكذا يقولون. انا اقول لحضرتك يعني ماذا يفعلون من وجهه نظرك؟ ينتظروا 3 سنين لا كمان؟ لا لا لا، ما ينتظروش 3 سنين. يعملوا ايه؟ ما ينتظروش 3 سنين. احنا امام دستور جديد. الدستور ده وافق عليه الشعب بثلثي المصوتين، مقتنعين بكده ولا مش مقتنعين؟ هذا الدستور وافق عليه الشعب. الان الاليات الدستوريه الموجوده تتيح محاسبه الرئيس وتعيين وزاره وما الى ذلك. كل الكلام اللي قاله محمود الان من مشاكل احنا بنعايشها وعارفينها ونحن جزء من الشعب المصري وعايشينها ليل نهار، لكن هذا ليس نتيجه حكم مرسي، هذه مشاكل سابقه. واحنا الناس بيقولوا لنا في الشارع، بنقابل الناس في الشارع. يبقى الحل من وجهه نظرك لو انا معترض على الرئيس اعمل ايه دلوقتي؟ انا اقول لحضرتك تعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك عليك كحركه او كحزب سياسي ان تستعد للانتخابات القادمه وتحشد ال 2 مليون اللي حضرتك بتتكلم عليهم لتصويت ليك. كل هذه المشاكل ستكون من اختصاص رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهوريه. كل المشاكل الداخليه حسب الدستور بما الجديد. بما انك ذكرت القوى السياسيه، ايه رايك لو رحنا من خلال بعض المعلومات اللي نعرضها الان على مشاهدين على شاشة الجزيرة مباشر مصر لمواقف أو موقف الكثير من القوى السياسية تجاه ما يعرف بحركة تمرد وسحب الثقة من أو حملة تمرد وسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. نتعرف على مواقف القوى السياسية ثم بعد ذلك نواصل هذا النقاش.
مشاهدينا كما راينا من هذه المعلومات التي عرضت على الشاشه الان ان معظم ما يسمى بالقوى المدنيه هي دعمت بشكل او باخر ما يعرف بحمله تمرد، بل يعني ذهبت الى ما هو ابعد من ذلك بكثير. بعض الاحزاب فتحت مقراتها لتكون مقرات لحمله تمرد كحزب الدكتور ابو الغار المصري الديمقراطي والدستور والتيار الشعبي وحزب الوفد بيفكر في فتح مقراته، فضلا عن بعض المحامين بيفكروا في فتح مقراتهم كما قالت بعض المعلومات. على الجانب الاخر اتفقت جميع الأحزاب الإسلامية أو ذات التوجهات الإسلامية على رفض الحملة بشكل أو بآخر، وصفتها بأنها عبث لا طائل منها وأن هي لا قانونية ولا دستورية، وبيقولوا ببساطة شديدة لا قادر يجمع 15 مليون توقيع، ما هو الأفضل أنه هو يروح للانتخابات البرلمانية القادمة. إيه رأيك يا محمود؟ يقول لك يعني أنت لو قادر تجمع 15 مليون توقيع ما تروح للانتخابات البرلمانية القادمة، وللحقيقة الانتخابات البرلمانية القادمة اللي هيشكل الأغلبية فيها هي غالبا اللي هتشكل الحكومة، وانقسم دلوقتي الأدوار، يعني ما بقاش رئيس الجمهور، يعني احنا ما بقيناش في ظل نظام رئاسي، بل بالعكس هو نظام ما بين رئاسي ورئيس الوزراء لصلاحيات كثيرة في هذا الأمر. أنا هرد فورا على الكلام ده، بس أنا محتاج أقف عند نقطة معينة الدكتور قالها، إن كان الأول فوضى المظاهرات، فوضى الاعتصامات، فوضى الإضرابات، ودلوقتي فوضى التوقيعات. طيب أنا عايز أعرف نعرضكم إزاي يا دكتور؟ ما تعملوا لنا مثلا كتاب النواميس في كيفيه معارضه الرئيس، ما تحطوا لنا كتالوج، يعني انتوا اللي عاجبكم ان احنا نتظاهر، ولا عاجبكم ان احنا نعتصم، ولا عاجبكم ان احنا نضرب عن العمل، ولا عاجبكم ان احنا ننزل للمواطنين، ولا نواميس في فن معارضه الرئيس، ولا عاجبكم ان احنا ننزل نجمع توقيعات من الناس في الشارع. طب نعارضكم ازاي؟ ايه ما هذا المبدا في كتم الاصوات بكل الطرق؟ ما فيش اي طريقه عاجباكم عشان خاطر نعارضكم بيها؟ في دوله في العالم حضرتك شفت في الدنيا كلها، بما انه بيتكلم عن الديمقراطيات وبيقول لي مش عارف ديمقراطية، في دوله في العالم بتمنع المعارضين بكل لا هو كل لا محمود هنا في نقطه، هو بيقول لك عارض كيفما تشاء، طبعا يعني المعارضه السلميه، لكن فكره تغيير بنيه النظام، يعني انا بس عايز اقول لك على حاجه، هو في فكره هنا في بعض الشباب خلاص بقى فكره ان هو بيقول لك ما في اليات ديمقراطيه تستطيع بها على الاقل تحجيم رئيس الجمهوريه من خلال الانتخابات البرلمانيه القادمه. كيف نبني الدوله زي ما هو قال نبني الدوله على اسس ديمقراطيه، وحتى الناس اللي بتعبر عن رايها بسلميه، يعني هو نفسه قال ان الطريقه اللي انا بستخدمها سلميه، الاخوان والدكتور اللي بيلتجي زي ما حضرتك بتقول قال ان دي طريقه سلميه، طب ازاي وانا اصلا بمارس طريق السلميه وبمارس حقي القانوني والدستوري فبفاجئ ان انا يا اما بعتقل يا اما بروح امن دوله عليا طوارئ، يا اما يا اما يا اما ازاي؟ زي يعني انتوا عايزين نعرف ازاي بقى الطريقه. محمود السؤال بقى اللي حضرتك قلته بتاع الانتخابات النيابيه، حلو؟ طيب احنا من شويه انا قلت لحضرتك مثلا هم شككوا في ارقامنا، طيب ليه انت عايزني ادخل الانتخابات البرلمانيه على قانون صنعته انت ومجلسك مجلس الشورى، حلو، بدون اي ضمانات للنزاهه العمليه الانتخابيه، حلو، بدون وجود اي حكومه ائتلاف وطني تستطيع ان تقود في هذه المرحله، يعني انت ليه عايزني اخوض على ملعبك وعلى شروطك وعلى قواعدك وانت بتشكك فيها؟ طب ما انا كمان شاكك فيك، انا كمان شايف انك هتزور الانتخابات القادمه، انا كمان شايف ان انت مش هتعمل الطريق الصحيح، انا كمان شايف ان شعبيتك بتتراجع في الشارع المصري وبناء عليه انت سوف تتجه للتزوير مثلا، يعني ده وجهه نظري. واحنا معانا ضيف على الهاتف، نعطيله فرصه لمشاركتنا في الحوار، المهندس حسام الخولي عضو الهيئه العليا لحزب الوفد، اهلا بك معنا باشمهندس حسام. اهلا بك يا فندم. الموقف الرسمي لحزب الوفد من ما يطلق عليه حركه او حمله تمرد لسحب الثقه من رئيس الجمهوريه؟ لا احنا الحقيقه يعني حزب الوفد الاول الجبهه كانت ايدت هذه الحركه، وبعد كده حزب الوفد برضه ايدها وفتح مقرات ليها. الحقيقه يعني هي ببساطه حركه سلميه، واي حركه سلميه بتوري مدى غضب الشارع المصري او قطاع من الشارع المصري، محدش يقدر يحكم على الشارع المصري كشارع مصري، ولكن الغضب موجود، موجود. كنت اتمنى من يعارض هذه الحركه بدل ما يعارض الحركه السلميه يبص، طب الناس بتتمرد ليه او الناس غضبانه ليه؟ يعني هو ده اساس الموضوع. قبل ما اقول الحركه طب حلوه او وحشه او صحه او غلط، في كم غضب؟ اللي ما هوش شايف كم غضب يبقى ما بيشوفش. طيب يا باشمهندس حسام، يعني بدون مقاطعتك، مفهوم ممكن بعض القوى الشبابيه والحركات الثوريه ان هي تلجا لهذا،
لان هي مش احزاب سياسيه في الاخر، لكن المستغرب ان يجي حزب زي الوفد يقول لك انا اتضامن مع هذه الحمله وايدها، وهو له اليات مفترض ان هو يذهب لاليات ديمقراطيه لتغيير النظام الحالي، لان النظام الحالي يراه البعض جاء بطريقه ديمقراطيه ويجب ايضا ان يغير باليات الديمقراطيه وليس بسحب ثقه والنزول للشارع. ايه رايك في الكلام ده؟ لا طبعا ما بيتعبوش. كون النظام او الرئيس انتخب ديمقراطيا، ايوه انتخب ديمقراطيا، كون ان شرعيته او هو في عندي كامل موجود حاليا من مؤسسه الرئاسه، ده بيؤدي ان في غضب في الشارع، ده وضع طبيعي. كون ان الاحزاب تتفاعل مع هذا الغضب بالطرق السلميه، برضه ده حركه طبيعيه لاي حزب الحقيقه. كون ان في انتخابات هتيجي هنشارك او ما نشاركش لسه، بس احنا بنطلب نزاهه، احنا ما بنطلبش حاجه غريبه يعني، بنطلب نزاهه انتخابات. اما طالبنا بتغيير رئيس الوزراء، ما كانش الوفد اللي بيطالب برئيس الوزراء، كان الوفد واحزاب جبهه. طب سيبك من الجبهه، حط النور، طب شيل النور، حط الوسط اللي هو موالي الاخوان، طب شيل الوسط، حط حزب ابو الفتوح. يعني انا اللي اقصده هذا العند، العند اللي بيدي للشعب كمان الغضب الكامن، ده بيخلي الناس كلها تعبر عن شعورها. مع العلم ان المواطنين المصريين، يعني ايه، انا بتفهم المواطن المصري المدني، المدني مش بتاع مظاهره كل يوم ولا نقول مليونيه كل قد ايه. عشان كده مثلا النهارده انا اديت تعليق الكلام ده من حوالي اسبوع او 10 ايام، الوفد مشارك، قلت لهم شباب الوفد اللي عاوز يشارك هيشارك، انما حتى الوفد لا. بس انتوا النهارده بتاخدوا قرار رسمي بتقول احنا هنفتح مقراتنا وتبقى مقرات للحمله على حمله التمرد. ايوه هقول لحضرتك ليه بقى. حمله التمرد المواطن العادي ممكن ما ينزلش مظاهره، انما بيطلع غضبه. اه انت غضبان، اه انا بمضي، ما غضبان بمضي، بقول ان انا غضبان، انما مش شرط كل مواطنين مصر ينزلوا ويقفوا في ميدان التحرير. حمله التمرد الا تعد يا باشمهندس حسام من وجهه نظر البعض ان الاحزاب السياسيه المعارضه الان ومنها حزب الوفد فشل في احتواء الشباب الثوري والقوى الثوريه، وبالتالي هي تخطت، هذه القوى تخطت حتى الاحزاب، الاحزاب المتواجده الان على الساحه ومنها حزب الوفد. يعني انتم فشلتوا بشكل او اخر ان تكونوا معارضه حقيقيه، وبالتالي يعني ظهر معارضه بشكل اخر كتمرد و6 ابريل وغيره. ايه رايك؟ لا لا هقول لحضرتك حاجه، الشباب مش هقول سابق زي ما الناس بتقول، الشباب شباب، الشباب من جواه ثوره غير الاحزاب السياسيه. انا في حزب الوفد حتى انا كسكرتير عام مساعد، كعضو هيئه عليا، كواحد كملت 51 سنه و30 سنه بشتغل او اتعلمت في السياسه، دايما مش حماسي، تصرفاتي غير تصرفات الشاب في الوفد عندي، بس لازم افهمه ولازم احاول اديله خبرتي، بس ما اكبتوش لان الشاب ليه طاقه. الشباب ما بيمشوش في اللاين اللي محطوط للاحزاب، اللي بالراحه اقعد هنا اقعد هنا، ما تنزلش ما تنزلش، اقعد في بيتك اقعد في بيتك. الشباب مش كده، والا ثوره ما كانتش قامت. هو ثوره مين اللي عملها؟ الاخوان ولا حزب الوفد؟ انا كنت يوم 25 موجود في الشارع، بس موجود ومتصور ومعايا شردي في ايدي ونازلين، بس احنا انا كنت ساعتها رئيس شباب الوفد، فكنت نازل لان الشباب ينزلوا، الشباب ينزلوا فنزلوني، وما كنتش اعرف انها ثوره. يعني يعني خلينا نقول ببساطه ان الشباب يعني سبق الاحزاب والسياسيين الموجودين الان. لكن على اي حال انا بس عايز اخذ الخبر الرئيسي ان انتوا خلاص مقرات الوفد هتفتح كمقرات لحمله التمرد، ده كلام نهائي يا باشمهندس حسام؟ اصلا ده كان قرار نهائي، وعموما الجبهه برضو واخده كده، ومقرات الاحزاب بس كلها على فكره مش الوفد بس. كل يعني كل مقرات الاحزاب المشاركه في جبهه الانقاذ. حركه رسميه، يا ريت يا ريت، لان كلنا بنخاف على البلد. طيب اذا كان في كم غضب بغض النظر عن كم التوقعات. سؤالي الاخير يا باشمهندس حسام، الوفد سيشارك في الاعتصام الذي سيحدث او في المليونيه كما تسمى التي ستحدث امام قصر الاتحاديه في 30 من يونيو القادم ام لا؟ لسه ده هيناقش في الوفد وهيناقش في الجبهه، وهنشوف الترتيبات حتبقى. شكرا جزيلا. شكرا. المهندس حسام الخولي عضو الهيئه العليا لحزب الوفد كنت معنا عبر الهاتف، فاكد لنا ان مقرات الوفد فتحت لكي تكون مقرات لحمله تمرد، وقال ان ده قرار لكل الاحزاب المشاركه في جبهه الانقاذ وليس الوفد وحده. دكتور عقيل، يعني الحقيقه الباشمهندس حسام قال في نقطه مهمه، انا اعتقد ان هي تحتاج فعلا
نقاش. فكره ان احنا مسكنا في القشور في حمله وفي توقعات وده امر عشوائي ومش قانوني مش دستوري، لكن الفكره الرئيسيه ان في واضح ان البعض يائس من ان النظام الحالي نظام الرئيس محمد مرسي ان يحدث تغييرا حقيقيا ان يلبي اهداف هذه الثوره ثوره 25 من يناير. مش ده ادعى للنقاش اللي احنا نناقش هو ليه الدكتور مرسي النهارده بعد 9 شهور ما قدرش يحقق طموحات كثير من الشباب اللي هم قاموا بالثوره دي؟ طيب خليني في البدايه في نقط محتاجه تعليق وارجو ان انت تديني مساحتي من الوقت ان انا اشير اليها بسرعه. مساله تراجع الشعبيه كان في استطلاع راي عمله جورنال اليوم السابع من حوالي شهر اشار الى ان هناك صعود في شعبيه الدكتور مرسي وصلت الى 50% من المستطلع اراءه. ده من حيث المبدا، لكن زي ما قلت قبل كده وبكرر ان تراجع الشعبيه شيء و فكرة الشرعية أو المشروعية أو كل هذا الكلام شيء آخر. لم نجد أبدا على مستوى العالم رئيس انخفضت شعبيته فنزل الناس إلى الشارع وبدأوا يجمعوا توقعات لسحب الثقة. النقطة الثانية محمود بيسألني كيف نعار، أنا أقول بقى من وجهة نظري كيف نعار في الدول الديمقراطية. في الدول الديمقراطية وجهة نظر في المعارضة في الدول الديمقراطية المعروفة هناك أحزاب لها دور. هذه الأحزاب لما بتخسر في الانتخابات او تكون في مجال المعارضه بتبدا ان هي تقدم برامج بديله للمواطنين، تقول لهم انا لو مكان هذه الحكومه وبينشئوا حكومه ظل، تقول انا لو مكان هذه الحكومه كنت فعلت كذا وكذا وكذا وهذه برامجي وهذه، الى ان تحين الانتخابات المقبله فتدخل الانتخابات لتتولى السلطه اذا وثق فيها الشعب وتحقق ما شاءت من برامج. دي المعارضه. في اطار كده بقى بيعملوا مظاهرات وبيعملوا اعتصامات وبيعملوا كجزء اخر. لكن من الضغط يعني لكن لكن انا اترك كل هذا ويبقى كل انشطتي في الشارع هي المظاهرات التي تنقلب في النهايه زي ما احنا شايفين الى القاء مولوتوف، ليست هكذا تبنى البلاد. الحكومه والانتخابات سريعا معلش عشان نقطه مهمه، الحكومه والانتخابات لا علاقه للحكومه تماما بالانتخابات. التضليل اللي بيحصل ان يقول لك الحكومه مشرفه على الانتخابات، الحكومه لا علاقه لها بالانتخابات، المشرف على الانتخابات لجنه قضائيه مستقله وهي التي أشرف على انتخابات الرئاسة وعلى الدستور والتي ستشرف على الانتخابات القادمة وكل هذا. سمح لي أن أنا أقاطع حضرتك وأقاطعك برضك يا محمود، هنروح لفاصل وبعد ذلك نكمل هذا النقاش حول تظاهرات اليوم وحملة تمرد لسحب الثقة من رئيس الجمهورية. بعد هذا الفاصل القصير نكمل، ابقوا معنا. العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، عبد الأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مبشر مصر، أهلا بكم. قام عدد من الملثمين المشاركين في فعاليات التظاهر بميدان التحرير اليوم بالهجوم على قوات الأمن في محيط السفارة الأمريكية وميدان سيمون بوليفار، واستخدموا الحجارة والزجاجات الحارقة لاستهداف قوات الأمن التي ردت بقنابل الغاز لتفريقهم وسط توقف كامل لحركة المرور في محيط كوبري قصر النيل. كانت حركة المرور قد عادت جزئيا إلى ميدان التحرير بعد أن فتح المتظاهرون طريق السيارات من جهتي المتحف المصري وكوبري قصر النيل، بينما تجمع المتظاهرون أمام الحديقة المستديرة بالميدان. أتي ذلك بينما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن متظاهرين في الميدان تصدوا لمحاولات بعض الصبية إلقاء الحجارة على قوات الأمن بشارع يوسف الجندي المؤدي إلى وزارة الداخلية. هذا ويواصل المتظاهرون تجمعهم في ميدان التحرير في إطار فعاليات جمعة العودة للميدان مع تراجع ملحوظ في أعداد المتظاهرين. كانت أعداد من المشاركين قد انضمت للمتظاهرين في الميدان بعد وصول عدة مسيرات كانت قد انطلقت عقب صلاة الجمعة من دوران شبرا والسيدة زينب وميدان مصطفى محمود. وردد المشاركون في المسيرات شعارات مناهضة للرئيس محمد مرسي وما وصفوها بمحاولة سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة، كما طالبوا كذلك بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإعادة كتابة الدستور.
كانت مسيرة نظمتها أعداد من أعضاء روابط الألتراس قد وصلت أيضا إلى محيط منطقة ماسبيرو، وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بتطهير الإعلام وإقالة وزيره، كما حاول بعض المشاركين الاشتباك مع قوات الأمن التي تتولى حراسة مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. هذه الوقفة اليوم هي البداية على أن يكون يوم 30 يونيو هو النهاية، نهاية حكم الإخوان. نحن نطالب بانتخابات حرة نزيهة، بانتخابات رئاسية مبكرة، نحن نطالب بإسقاط الدستور الباطل، نحن نطالب بحل مجلس الشورى المطعون على شرعيته، نحن نطالب بوقف الاعتداء على قضاء مصر الشامخ. لحد النهاردة المواطن البسيط محسش برغيف العيش، محسش بأي تغيير. الناس النهاردة كل الأحزاب السياسية بتتكلم على السلطة، رجال إجابة الإنقاذ وغيرها. احنا بنطالب، عايزين يعني كل واحد ياخد حقه. النهاردة في فساد موجود، الفساد زاد عن أيام ما كان موجود، أيام موجود في حسني مبارك. احنا بنطالب بس بانتخابات رئاسيه مبكره. في محافظه الاسكندريه كانت مسيره قد توجهت من ساحه مسجد القائد ابراهيم الى منطقه راس التين للمشاركه في مظاهرات تضامنيه مع مظاهره العوده للميدان، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بعقد انتخابات رئاسيه مبكره واقاله الحكومه والنائب العام. في محافظة السويس نظم نشطاء وأعضاء حركات ثورية شبابية بالسويس وقفة أمام مكتب إرشاد هيئة قناة السويس المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس للتعبير عن رفضهم لمشروع تنمية محور قناة السويس الذي تعده الحكومة. كان عشرات من أعضاء الحركات الثورية والأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ نظموا وقفة اليوم في ميدان الأربعين احتجاجا على ما وصفوها بسياسات جماعة الإخوان المسلمين التي تدير بها البلاد، واتهم المشاركون في الوقفة الجماعة بالتسبب في الأحداث التي تشهدها سيناء فضلا عن الأزمات السياسية والاقتصادية. في محافظة الإسماعيلية تظاهر أيضا معارضون لمشروع تطوير إقليم قناة السويس بالقرب من المجرى الملاحي للقناة، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإلغاء المشروع معتبرين أن من شأن المشروع عزل الإقليم عن بقية أجزاء الدولة. من ناحية أخرى أكدت مصادر في هيئة قناة السويس أن الاحتجاجات لم تؤثر على العمل أو الحركة أو حركة السفن في المجرى الملاحي. أعلن عدد من أفراد الشرطة اعتصامهم وإغلاق ميناء رفح البري أمام حركة العبور من الجانبين تضامنا مع الجنود المختطفين في سيناء. من جهة أخرى حاولت بعض القيادات الأمنية من مديرية أمن شمال سيناء ومصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية لقاء الجنود لإقناعهم بالعدول عن موقفهم، لأن الجنود رفضوا فتح الأبواب كما رفضوا الحديث معهم قبل وصول زملائهم المختطفين. نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عمن وصفتها بمصادر مطلعة أنه تم رفع حالة الطوارئ بمعسكر قوات المراقبة الدولية العاملة في سيناء، وذلك على خلفية اختطاف 7 جنود مصريين. وأشارت الوكالة إلى أن إدارة المعسكر قررت رفع حالة الطوارئ وتقييد حركة ضباطها وأفرادها داخل سيناء لأجل غير مسمى، ومنعت أي تحركات للقوات خارج المعسكر، علاوة على تعزيز قواتها في نقاط المراقبة الخارجية والمنعزلة بصحراء سيناء وتسليحهم. انتهى إلى هنا موجز الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. نستقبل كذلك تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والنقاش ما زال دائرا وسيدور وساخنا للحقيقة بين الحرية والعدالة ممثلة في أحمد عقيل المتحدث الإعلامي للحرية والعدالة ومحمود بدر المتحدث الإعلامي لحملة التمرد والتي تطالب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي، ونزلت للشارع بالفعل، وقالوا أنهم حتى الآن استطاعوا أن يجمعوا أكثر من 2 مليون توقيع لسحب الثقة. أعود إليك أحمد، دكتور أحمد، وكنا نتحدث عن مسألة أما كان من الأولى أن تناقشوا مسألة
تراجع شعبية الرئيس محمد مرسي على حد تعبير البعض، وأحد استطلاعات الرأي الأخيرة لمركز بصيرة. حدثون، لماذا تراجعت هذه الشعبية؟ لماذا يشعر بعض الشباب الذي كان في يوم من الأيام مؤيدا للدكتور محمد مرسي، يعني محمود بدري أثناء الفصل قال لي أنه أعطى صوته في الانتخابات الرئاسية للدكتور محمد مرسي، هم اليوم ضد الدكتور محمد مرسي، ألم يعني لماذا لم تناقشوا هذا الأمر بشكل أو بآخر؟ أستاذ أحمد، يعني خلينا نتكلم بصورة واضحة. إحنا المشاكل الاقتصادية الموجودة في الشارع، إحنا في حزب الحرية والعدالة نستشعرها جيدا وعارفينها جيدا، وإحنا بنعاني مع المواطنين كل يوم في هذه المشاكل الاقتصادية. لكن لازم الجميع يعرف إن إحنا هذه المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها جميعا هي نتاج لـ30 سنة من الفساد، بالإضافة إلى فترة انتقالية إحنا الوحيدين اللي كنا بنطالب أن تنتهي مبكرا، وكان في بقية الأحزاب بتتكلم إن هي عايزة الفترة الانتقالية تبقى 2 أو 3 سنين. الفترة الانتقالية هبط فيها الاحتياط النقدي يا أستاذ أحمد من 34 مليار إلى 14 مليار، يعني فقدنا أكثر من نص الاحتياط النقدي في الفترة الانتقالية. وبناء عليه لازم نكون صرحاء مع الشعب المصري ونقول أن هذه الفترة الانتقالية، الفترة الاقتصادية الصعبة التي نحياها، لازم كلنا نخوضها، لازم كلنا نعمل على ان احنا نتحمل بعض الضغوط الاقتصاديه خلال الفتره اللي جايه حتى ننهض ببلدنا. انا من اجده في الشارع، هناك الان من يتحدث معي في الشارع عن ان هناك بدا بيبقى في بوادر لتحسن هذه الحاله الاقتصاديه. التحسن شكله ايه؟ احنا الان هناك على مدى سنوات طويله مصر كانت بتتجه الى الاقتصاد الريعي، يعني السياحه وقناه السويس وما الى ذلك. النهارده أصبح هناك لدى الرئيس مرسي ولدى حكومته تصور لاقتصاد إنتاجي. النهاردة بنتكلم على تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح 65 لـ70%. الشعب يرى الآن أن في بدأ يبقى في إنتاج للتابلت المصري، بدأ يتوزع على الجامعات، هينزل منه نسخ في السوق. بدأنا نتكلم عن صناعة متطورة زي سامسونج اللي هتبدأ في الشهر القادم تطرح إنتاجها في السوق، وبيستهدف وزير الصناعه مليار انشاء مصنع في بني سويف من اول الشهر، انشاء ويفتتح الشهر القادم، المفروض ان هو يبدا انتاجه الشهر القادم. معلش عشان بس نقطه مهمه، هذا الكلام بدا يعطي، يعني حتى السياحه التي كانت قد تاثرت فيما مضى، النهارده شاهد السياحه نمو. وصل السياح خلال الفتره السابقه ل 1.1 مليون سائح في مقابل 800,000 خلال العام الماضي. حل المشاكل اللي كانت موجوده، النهارده طوابير السولار اختفت، طوابير انابيب البنزين اختفت. الناس بدات في الشارع تستشعر ان هناك تطور، صحيح بطيء لكن واضح ان هناك رؤيه اقتصاديه. طيب تفسيرك لان الشباب اللي هم شايفين العكس؟ انا احنا 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 يعني متفهمين تماما ان هذا كله، ان الشعب المصري بعد الثوره كان له طموح اكتر من كده كتير جدا جدا، وكلنا هنبذل عشان نوصل لهذا الطموح. لكن هناك واقع احنا واقفين عليه. احنا بنتكلم على استاذ احمد جماعه الاخوان اكبر جماعه في مصر ما قبل الثوره. جماعه الاخوان بكوادرها وقيادتها و الى اخره وبذلها لهذا الجهد بدانا نلحظ هذا. ما غير الاخوان المسلمين من الاحزاب الاخرى التي كانت ضعيفه قبل الثوره والتي لم يكن لها تواجد، ليس عند احد ما يقدمه افضل. لذلك انا بقول هناك محمود بيقول ان هناك الشعب المصري، رغم ان الاستطلاع اللي حضرتك جبته عن اراء الاحزاب، كل الاحزاب الكبيره التي كان لها تمثيل في البرلمان السابق موجود، الحريه والعداله، النور، الوسط، كل من حظي بتمثيل كبير في الحزب في مجلس الشعب كله ضد. طيب، كله ضد هذا. محمود، لذلك محمود سؤال ببساطه شديده، لماذا لا نصبر على الدكتور محمد مرسي لإكمال فترته بشكل أو بآخر؟ من الممكن أن يكون هناك الآن إخفاق ما في بعض الاتجاهات، لكن العام القادم ممكن أن الرجل بمساحة من الوقت، بمساحة من الهدوء، يستطيع أن ينفذ بعض الأهداف التي جملت. أرجو أن تجيب عن هذا السؤال، لكن سنخرج الآن لنستمع لبعض الآراء أو بعض المواطنين الذين شاركوا في تظاهرات اليوم، وتحديدا في المسيرة التي انطلقت من شبرا والتحمت بميدان التحرير، أو تحديدا وصلوا إلى مسبيرو، وبعد ذلك نواصل هذا النقاش.
انطلقت من شبرا لمبنى مسجد. اولا انا من الخصوص والناس ديت يعتبر الاربعين بتاعهم النهارده كنا احياء ذكرى الاربعين بتاعتهم اللي طبعا حقه زي بيت الحقوق مش هيجي، والحته دي تشهد علينا واللي مات فيها شهداء واتصورت. انك حضرت احداث الخصوص كنت شاهد عيان على الاحداث؟ اسم سبيرو من اولها. الخصوص انا بتكلم من اولها اللي حصل ان في واحد مات في خناقه بعيد عن الخناقه بتاع سمير اسكندر، فجم لما الواد ده مات فجم تحولوا كلهم ناحيه سمير اسكندر بحيث ان يجيبوه سبب من الاسباب ان هو اللي عامل المشكله ديت. فلما تحولوا ناحيه سمير اسكندر حطوه في المشكله وهو اصلا مش طرف فيها. فجم بالليل راح الامن مشانا من قدام الكنيسه، كانت المشكله عايزين يجوا ناحيه الكنيسه عشان يولعوا فيها. وقفنا قدام الكنيسه الامن قال لنا كله امشوا، ومدير الامن قال لنا امشوا من هنا وخلاص انتوا اللي بتعملوا مشكله وما تقفوش قدام الكنيسه. فحاول مشانا قدام الكنيسه كلنا، وبعد ساعه بالظبط يا دوبك او ساعتين روحنا البيت ابتدى يقع واحد ورا الثاني والبيت تولع بسبب الامن هو اللي عمل المشكله دي كلها. عايزين اسالك عن تظاهرات اليوم تصحيح مسار الثوره، رايك فيها ايه؟ انت مؤيد للتظاهرات دي ولا لا؟ انا مؤيد للتظاهرات، بس احنا حاسين ان احنا مش هنعمل حاجه، وحاسين فعلا ان محمد مرسي ده اخر رئيس، وحاسس ان مشروع سد النهضه المصيبه السوداء اللي الناس مش حاسه بيها، سد النهضه مش مشروع النهضه، سد النهضه اللي بيتعمل في اثيوبيا دوت اللي هنحس بيه بعد كده. احنا دلوقتي بياخدونا في موضوع السويس، قناه السويس ومش عارف ايه، وما فيش حاجه تتعمل في قناه السويس، بس بياخدونا ايه وجهه نظر ان احنا نحول نظرنا ناحيه السويس، قناه السويس والمشروع النهضه سد النهضه بيتعمل. يعني كلها شهر او شهرين وهنحس بالمشوار دوت، لان مش هيبقى فيه ميه ولا كلام من ده. ورايك في حمله تمرد اللي دعت ليها بعض القوى السياسيه؟ ايه حمله تمرد؟ بنتمرد على ايه؟ بنتمرد على نفسينا، على اسكات شرعيه الرئيس محمد مرسي. ايوه بس اول حاجه بنتمرد على نفسينا، على نفسنا من جوه، ان احنا اصلا شفنا الحق فين. لو كان جه شفيق كان هيقول يا ريت جبت محمد مرسي بتاع ربنا، والمهم احنا جربنا شفيق ما جربناش شفيق. لو كان جه شفيق بقى كانوا عملوا له دوشه اكتر من كده ويقول لك يا ريت كنا جبنا محمد مرسي بتاع ربنا. انت شايف الحل ايه بقى؟ الحل ايه؟ الحل يجي من عند ربنا بصراحه، لان محمد مرسي مش هيسيبها، وشكلهم كده اصلا مجهز لنا حاجات اكبر من كده، لان الناس دي مش بالسهل ان يطلعوا. الحل ان المخابرات والجيش يقفوا يقولوا فين الصح فين، وفين السجون اللي اتفتحت ديت اصلا، ازاي الجيش ما يعملش انزال جوي ناحيه السجون اللي اتفتحت دي في اول ساعه، ومحمد ودار كان في سجن بيتضرب جوه وقاعد بيصوت بقاله ساعتين والسجن اتضرب، ليه ما عملش انزال جوي على السجون دي؟ مشاركتي خراب البلد، مشاركتي الناس اللي عمالة تتوجع بألمها في قلب الشارع، مشاركتي الموظفين اللي عمالة تضيع من مكاتبها، الموظفين دي مش عندها بيوت، مش عندها أطفال، مش عايزة تاكل. انت ليه لما بتشيل الرئيس بتشيل وزير بتشيل وياك من الموظفين بتاعته؟ لا ما تشيلش الموظفين، الموظفين ما ذنبهاش حاجة. انا عايزاك لما تشيل وزير تشيل الوزير بس، انما هو ما ذنبوش حاجه. رايك في التظاهرات النهارده باسم تصحيح مسار الثوره واللي ابتدعوا الانتخابات الرئاسيه مبكره؟ بصراحه هم عندهم حق، انا مش هقول لا لحد. انا كنت الاول بقول لا، ولا الدكتور مرسي هيبقى كويس هيبقى مظبوط، ولقيت الموضوع عمال يتهور يتهور يتهور، البلد خربت. عدة مسيرات اليوم، مسيرة شبرا ومسيرة الشبان المسلمين، مسيرة دار القضاء، مسيرات كثيرة خرجت اليوم كلها تصب في هدف واحد هو إسقاط النظام. الكل خرج يوم 17 مايو من أجل أن تكون هذه الوقفة اليوم هي البداية، على أن يكون يوم 30 يونيو هو النهاية، نهاية حكم الإخوان. نحن نطالب بانتخابات حرة نزيهة، بانتخابات رئاسية مبكرة، نحن نطالب بإسقاط الدستور الباطل، نحن نطالب بحل مجلس الشورى المطعون على شرعيته، نحن نطالب بوقف الاعتداء على قضاء مصر الشامخ، نحن نطالب بوقف الاعتداء على جيش مصر العظيم، نحن نطالب بوقف اختراق الأمن القومي المصري، ووقف اختراق الحدود المصرية، والعبث بمستقبل وسيادة مصر على أراضيها. ما حدث بالأمس هو إنذار خطر لابد أن نتوقف عنده، ويجب على الشعب المصري كله أن يخرج للحفاظ على مصر وسيادة مصر، وأن يمنع أي إجراء من شأنه أن يشكل خطر على سيادة الأمن القومي المصري أو اختراق الحدود المصرية. ما نحن بصدده الآن هو جنود قتلى استشهدوا في رفح، جنود اختطفوا بالأمس، وما زالت والبقية تأتي، وما زال هناك سيطرة كاملة على مقاليد الأمور، وما زال هناك تعديلا وزريا كابس على نفوس وصدور وعقول المصريين، وضاغط على كل الأمور التي من الممكن
أن تؤدي إلى الاستقرار، حتى تسيطر الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم، حتى تستبد الإخوان المسلمين بالسلطة في مصر، حتى للأسف الشديد يمنعوا الديمقراطية التي أقمنا ثورة 25 يناير من أجل الحفاظ عليها، حتى يبيدوا هذه الديمقراطية ويمنعوا الشعب من أن يمارس حقوقه وحرياته، ويعتادوا دايما كما اعتادوا من قبل أن يمارسوا أسلوب السطوة والاعتقال والكبت على المصريين. وها نحن نزلنا اليوم ولن نعود إلا بعد أن يسقط حكم الإخوان، فليسقط حكم الإخوان. يعني رأي حضرتك في بعض القوى السياسية اللي دعت لحملة تمرد، رأيك في الحملة وشايف أن الحملة ممكن تنجح؟ نحن أول من دعا، ومعنا شبابنا من 6 إبريل ومن تكتل القوى الثورية ومن التيار الشعبي ومن جبهة الإنقاذ، لكي نخرج بفكرة التمرد، وكنا أصحاب أول توكيل للقوات المسلحة لكي تخرج لتحمي مصر وشباب مصر وسيادة مصر على أراضيها، وما زلنا نؤيد التمرد ونؤيد كل عمل ديمقراطي من شأنه أن يوقف العبث بأمن البلاد أو يوقف الاعتداء على سيادة مصر. يعني في بعض القوى السياسية وبعض المواطنين شايفين أن الرئيس محمد مرسي جيب انتخابات، يعني لما يجي يمشي برضه بانتخابات، رأي حضرتك في الرأي ده؟ الذي يقول أنه أتى بانتخابات يتجاهل أن الرئيس مرسي فقد شرعيته حينما حنس كانت هذه آراء بعض المواطنين الذين شاركوا في المسيرة التي انطلقت من شبرا اليوم واتجهت للتظاهر أمام مبنى مسبير. الحقيقة سؤال عنا لي محمود قبل سؤال الصبر وأن نعطي للرئيس فرصة بشكل أو بآخر. البعض يقول أن كثير من يعني من يقف وراء حملة تمرد نصارى، مسيحيين، الكنيسة، إيه رأيك الكلام ده؟ هو من العار أصلا أن احنا نصنف المصريين على هذا الأساس، عيب. ده جزء أصلا من أزمتنا مع هذا التيار. كيف تصنف المصري على أساس دينه؟ احنا جزء من حملتنا في تمرد ده عايزين وطن لا يفرق بين المواطنين، لا على أساس الدين ولا على أساس اللون ولا على أساس الجنس ولا على أساس الرصيد اللي في البلد. الحملة تمويل ذاتي جدا، المواطن المصري بيدخل على صفحتنا على الفيسبوك يطبعها، أو احنا أقصى تبرع جالنا وكتبناه ده على صفحات الفيسبوك دكتور عبد الجليل مصطفى 100,000 استمارة. دكتور عبد الجليل مصطفى اتبرع بطبع 100,000 استمارة. المهندس ده الأقصى، مين تاني قولي أسماء تاني؟ مثلا المهندس حمد الفخراني 50,000 استمارة. مواطنين مصريين عاديين تبرعوا لنا ب 10,000 و 20,000 قولي أسماء من المعروفة الأسماء العامة غير عبد الجليل مصطفى وحمد الفخراني. أستاذ جورج إسحاق برضه تبرع لنا، لا مش فاكر الرقم لأنه مش رقم كبير، يعني هو مش رقم كبير. الدكتور يحيى الأزاز تبرع لنا برضه، مش فاكر الرقم لأنه مش رقم كبير. لا الدكتور عضو اللجنة التنسيقية، يعني كتير من المصريين. الأهم بقى فكرة شعبية الحملة، يعني مثلا في فعاليتنا في فيصل دي مواطنة مصرية بسيطة نزلت معها 200 استمارة وجابت لنا، قالت لنا أنا نجحت في أن أنا أجمع التوقيعات دي، ومضت على إقرار أنها جمعت 123 توقيع ومضت عليهم كلهم، حلو، أن هي مسؤولين عندي وديتنا الباقي، قالت عشان أنا عارفة ظروفكم. إحنا عشان نعمل المؤتمر الصحفي الأولاني، أنا مش بغل أن أنا أقول الكلام ده، كان تكلفنا 400 جنيه و10 بالبنر بالمكان اللي إحنا حجزناه فيه، حلو، وتاني مرة طبعا خدنا مكان ببلاش ما كانش معانا فلوس نعمل. أنا دافع هم 50، حسن شاهين زميلنا 60، منى زميلتنا 50، محمد 50، محمد عبد العزيز 50، و200 جنيه من الدكتور. انت مش شايف ان في بعض الاحزاب النهارده بتحاول تستخدمكم لصالح اغراض سياسيه ومكايده سياسيه للنظام الحالي؟ الحمله شعبيه بامتياز، لن نمنع احد، حتى الاحزاب السياسيه جزء من الشعب المصري، هي يعني مش الاحزاب، يعني الاحزاب السياسيه دي من الهند مثلا، من كولا، ما هم مصريين زين، هي جزء من الشعب المصري. والحمله بما انها شعبيه احنا مش هنمنع اي حد، ولا هنقول لاي حد ما تجيش، ولا هنقول لحد ما طيب لاي حد. قبل ما تجيب على سؤالي اللي انا سالته لك قبل الفاصل الاخير، دعنا ناخذ هذا الاتصال الهاتفي من دكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن. اهلا بك معنا دكتور يسري. يا اهلا وسهلا دكتور يسري. موقف حزب الوطن من حمله تمرد؟ والله طبعا هي الحمله بتاعت يعني الحقيقه عده وجهات نظر في الشارع المصري، ما هيش حمله بتاعت وجهه نظر واحده، يعني بعض الفئات الوطنيه هي اعتقد ان هي يعني برضه مشاركه في حمله تمرد على اساس ان هي حصل لها نوع من انواع الاحباط لغياب المشاركه المجتمعيه الواسعه. وطبعا بعض الفئات الثانيه ليها مشروع خاص بيها، فتسعى لاسقاط المشروع اللي بيقوم بحزب الحريه والعداله على اساس ان هي يكون عندها فرصه لاقامه مشروعها قبل مضي الاربع سنوات على حكم الرئيس، او على الاقل قبل ما يكون هناك تمكين للمشروع القائم في الوقت الحالي يعني. لكن انتم موقفكم الرسمي، انتم موقف الوطن من الحمله؟
والله هي الحمله لا تخضع لقوانين ولا تخضع لناحيه دستوريه، يعني بحيث القائمين عليها عايزين يجمعوا عدد ضخم من المصريين وبعدين بعد كده يتقدموا بها لرئيس المحكمه الدستوريه العليا. مفيش حاجه في الدستور تقول اسقاط الرئيس عن طريق المحكمه الدستوريه العليا، يعني اعتقد ان لابد من اي حد يعني بس يعني بعيدا عن الناحيه القانونيه والدستوريه، ممكن يكون في زخم شعبي بشكل او باخر يجبر الرئيس على التنحي، التراجع على عمل انتخابات رئاسيه مبكره. ده وارد والبعض بيتحدث عن ذلك. رهان بيراهن عليه اللي بيقوم بالحمله تلو الحمله، ولكن اعتقد برضه يجب علينا ان احنا نفكر باسلوب مختلف تماما، يعني خاصه اللي قايمين بالحمله هم حاطين بعض الاهداف من اهداف غير مقبوله في الشارع المصري الحقيقه. زي ايه يعني يا دكتور؟ يعني حكايه مثلا عايزين دستور توافقي، انا ما شفتش في العالم كله في دستور اسمه دستور توافقي. يعني الدستور الفرنسي كان ممرر ب 51%، فانا يعني انا كلمه دستور توافقي دي كلمه غريبه على الاذان، زائد انها غريبه على المجال السياسي او حتى على المجال الواقعي. يعني مفيش دستور في العالم اسمه دستور توافقي. طيب يا دكتور، عايزين نلغي الدستور نعمل دستور توافقي. خليني اسالك يا دكتور، يعني من الذي اوصلنا لهذه الحاله؟ هي قوى سياسيه تريد ان تسقط مشروع النظام الحالي، مشروع الاخوان المسلمين والحريه والعداله والرئيس مرسي، يعني مكايده سياسيه، ام هي اخطاء النظام الحالي هي التي دعت هؤلاء الشباب او دفعتهم لاتخاذ هذا الموقف؟ والله هم الاثنين زائد غياب المشاركه المجتمعيه حضرتك، لان بعد الثوره انت لابد ان يعني المجتمع يكون ممثل بقوه في ظل تغييب كامل للمجتمع المصري خلال النظام السابق. خلال 60 عام كان في تغيير لكل طوائف المجتمع المصري، فانت لابد تسمح الان وتستفيد بكل طاقه مصريه وكل كادر مصري يستطيع المساهمه في نهضه مصر اللي هي اصلا بتتعرض لمحنه شديده في الوقت الحالي. زائد برضو بعد مضي سنه لسه ملامح المشروع اللي انت بتقدمه لسه ما ظهرتش، فدي بتدي فرصه للاخرين ان هم يطعنوا في مشروعك او يقولوا ان ما فيش مشروع او انك لسه انت فعلا ما بداتش حتى الان. طيب فكره سحب الثقه في حد ذاتها يا دكتور يسري، هل هي فكره مقبوله ويراها البعض فكره سلميه واداه من ادوات الضغط السلمي يعني المقبوله من وجهه نظرهم؟ انتوا رايكم فيها ايه؟ فكره سحب الثقه من الرئيس الحالي دكتور محمد مرسي. والله هي سحب الثقه من الرئيس مرفوضه بالطريقه اللي بتتم بيها، اذا كان من خلال القنوات الشرعيه والطرق القانونيه في اي دوله في العالم فهي مقبوله، اما من خلال التظاهرات واللجوء للشارع وان احنا نعرض الامن الداخلي والتوافق المجتمعي للخطر علشان انا انزل في الشارع مثلا اقوم بالهدم والتكسير، طبعا مرفوضه بنسبه 100%. والا هناك طرق قانونيه مثلا مجلس النواب القادم يستطيع سحب الثقه من الرئيس. طيب برضه لابد ان الرئاسه تاخد ان ده انذار خطر ان تصاعد الاحتجاجات في الشارع المصري. احنا فاكرين قبل اسقاط الرئيس السابق ان كان في احتجاجات تصاعدت لغايه ما وصلت للذروه، فده لابد يكون انذار خطر للرئاسه. يعني انت شايف فعلا ان في مشكله ما وبعض اخطاء هي التي قادت هؤلاء الشباب او شريحه من الشعب المصري ان هو ياخذ موقف مناهض من الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي؟ انا بتكلم عن الشريحه اللي ايدت الدكتور محمد مرسي ودلوقتي هي حصل لها نوع من انواع الاحباط. فعلا ان هي شافت ان يعني ان في سوء تصرف في بعض المواقف او في عدد كبير من المواقف، وفي تغييب لفئه وطنيه واسعه كان ممكن تشارك بقوه في المشروع المصري او الحلم المصري اللي احنا كلنا بنحلم بيه، ودي تم تغييبها برضه في ظل النظام الحالي. طيب المطلوب من الرئيس مرسي الان لكي يعيد الثقه مره اخرى بينه وبين الشريحه اللي حضرتك بتتحدث عنها اللي فقدت الثقه او حصل لها نوع من الاحباط؟ والله شيء بسيط جدا 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 ان هو يكون رئيس لكل المصريين بس نقطه. لا نفسر يا دكتور لو سمحت سريعا، بمعنى هو رئيس لكل المصريين، ما هوش رئيس لحزب الحريه والعداله، ما هوش رئيس لفئه معينه ورئيس الشعب المصري يتم تغييبه. انا دلوقتي رئيس وانا اعلنت استقالتي من الحريه والعداله، ودلوقتي حزب الحريه والعداله ما هوش حزب حاكم، هو مثله مثل باقي الاحزاب المصريه، المفروض شريحه تمثيله في اي مؤسسة أو في أي تشكيل وزاري يكون مثله مثل باقي الأحزاب الكبرى على الأقل. ولكن اللي احنا شايفينه إن بيتم الاستعانة بكوادر الحرية والعدالة، ما هياش أفضل، يا ريتها أفضل من غيرها، لا بالعكس، في غيرها أفضل منها كتير جدا يستطيع إنجاز وعنده خبرة وكفاءة أعلى كتير من اللي تم ترشيحهم والاستعانة بيهم، ولكن الحقيقة بيتم تغييبهم ودي نقطة مش كويسة. أنا كنت أتمنى الدكتور مرسي إن هو يكون عند حسن ظننا كلنا وان هو يتم الاستعانه بجميع الكفاءات والكوادر حتى طيب. معيار معين للشعب المصري يعرفه. نمره اثنين ان يكون في مشروع واضح للمعالي. طيب انا دلوقتي ايه اولوياتي انا كرئاسه وكرئيس؟
ايه اولوياتي خلال السنه الحاليه من اول سنين حكمي؟ ايه انا البرنامج اللي حاطه انا اعلنه على الشعب بكل صراحه والشعب المصري تابع خطوات تنفيذه؟ سواء كان بقى مشروعات قصيره الاجل، خطه استراتيجيه للقضاء على المشاكل. على الرغم ان كل الانتقادات اللي حضرتك بتوجهها الان للرئيس ولحزب الحريه والعداله، لكن مش شايف ان منطقي الان ان هو يسحب منه الثقه او انتخابات رئاسيه مبكره يا دكتور يوسف؟ لا انا ما بناديش لفوضى في الشارع المصري، انا بنادي دوله قانون، دوله قانون دي يبقى احنا في مجموعه قوانين احنا كلنا بنلتزم بيها، والا لو انا افقدت الرئيس النهارده عن طريق الشارع فثق تماما النظام اللي هيجي بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين هيبقى خاطب بنفس الطريقه. طيب شكرا جزيلا دكتور يوسف حماد نائب رئيس حزب الوطن، كنت معنا عبر الهاتف. دكتور يسري حماد واضح ان هو شوف لغه المعارضه، لكن ليه وجهه نظر اخرى في مساله ان لا احنا ما ينفعش نسقط الرئيس بهذا الشكل، ده هتاخدنا لحاله فوضى وفي اليات ديمقراطيه هي الافضل ان نلجا ليها. اعتقد ان احنا ده ناقشناه معاك في الاول كتير، بس انا مهم هنا بقى اقف عند حاجه. اي سلطه في الدنيا تكون سلطه مع حلفاء ومعارضين ليها، ما بال حضرتك هذا هو حال حلفائه، يعني حزب الوطن، حزب الوطن عنده مساعد رئيس جمهورية موجود في مؤسسة الرئاسة، حزب النور كان أقرب الأحزاب لي، شوف حضرتك بيتكلم عنهم إزاي دلوقتي وبيقول عليهم إيه دلوقتي، وكيف بس حزب النور وحزب الوطن انتقدوا مسلككم في مسألة سحب الثقة وشايفينها فوضى، لأنه في النهاية هو جزء منهم، هو جزء من هذا التحالف، لكن أنا بوري حضرتك حاله مع حلفائه عامل إزاي، كمية الانتقادات اللي بيوجهها لي حلفائه نفسهم عاملين إزاي، ما بالك بقى بفصيل معارض، حلو معارض على أساس إنه حضرتك بتقول لي نصبر عليه. طيب خليني بس افهم الدكتور يوسري وهو بيتكلم يقول لك ما فيش برنامج ما فيش مشروع. طيب انا وحضرتك والدكتور معانا مش كان في وعد ب 200 مليار دولار لما قالوا لنا انتخبوا صاحب مشروع النهضه وبعدين صاحب مشروع النهضه، فبعد عام بعد مرور عام كان المفروض يبقى دخل في مصر 50 مليار دولار، ده كلام طبقا لمشروع الرئيس محمد مرسي. فين ده؟ انا عايز بس اسال على حاجه. طبعا انا عايز اسال على حاجه يعني ده فين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه في تناقض شديد اللي بيخلينا فعلا مش قادرين ان خلاص الشعب وصل او احنا وصلنا لمرحله انه التناقض الشديد، يعني هو دلوقتي بيكلمنا عن اوضاع خربانه بقى لها 30 سنه، امال احنا كنا بنعمل ثوره ليه يا دكتور؟ ما احنا عارفين الاوضاع بس خربانه. هل عدل الاوضاع الخربانه من انت قلت ان هي اوضاع خربانه بقى لها 30 سنه، هل انت متخيل ان يجي رئيس في 9 اشهر ولا نظام يعدل اوضاع خربانه في 30 سنه؟ متخيل ان الرئيس اللي يجي يطالع الشعب بشفافيه عن الازمات ويحط برنامج وخطه واضحه ويعمل اولويات في اكتر من ان اليابان انضربت بالقنبله الذريه؟ يعني هل احنا مصر كانت واصله الحركه اكبر من القنبله الذريه ومع ذلك نجحت انها تعمل نهضه؟ ليه؟ ناس عارفه اولوياتها. انا دلوقتي اولوياتي الامن مثلا في الشارع المصري، اولوياتي الشان الامن في الشارع المصري. بقالك سنه كامله يا دكتور فين خطتك الامنيه؟ فين خطتك الاقتصاديه؟ يعني دي بالنسبه للاولاد لما انا ننتظر لسه قدام الراجل 3 سنين ما تديله قصته. ما انا عندي تناقض شديد بين ما يقولون، يعني هم اصلا مش حاسين بالازمه، يعني الدكتور كان بيكلمني من شويه عن تقدم، هو اصلا مش حاسس بالاخفاق، بمعنى انا دلوقتي اتفقت مع سواق ان احنا هنطلع على اسكندريه هياخد الطريق 4 ساعات، بعد اكتر من ساعه فوجئت بان انا طالع في طريق الصعيد، هل انا مجبر ان انا استنى بعد 4 ساعات؟ طب ما اكون رحت الصعيد، احنا خلاص طالعين على طريق يعني فين اللي حضرتك بتقدمه الشعب يعني ده اللي انا بقول فين اللي حضرتك بتقدمه؟ انا اتفقت انا بدي حضرتك مثال، فين بقى اللي حضرتك بتقدمه؟ وهو لاحظ كمان بس معلش انه كله لف ودوران في اطار هذه الفكره، انه ايه؟ ان انا شايف منهم نصا يعني كيف نواجه المعارضه، مش شايف كيف نحل ازمات المواطنين. دكتور عقيل وده المهم، وانت بتستمع للدكتور يسري حماد وحزب الوطن الحقيقه هو معروف ان هو يعني قريب بشكل كبير من النظام الحالي ويؤيده في الكثير من القرارات والكثير من المواقف، لم تتأثر وهو بيقول أنا عايز الرئيس يبقى رئيس لكل المصريين، ما يبقاش رئيس للحرية العدالة أو للإخوان المسلمين؟ طيب. ورجل يشعر وكأن في مرارة من هذا المسلك بشكل أو بآخر، لعل يعني ده الذي أدى إلى ما نراه الآن من مطالبات بسحب الثقة من الرئيس. طيب تمام. خلينا أقول لحضرتك حاجة، أنا متفق تماما مع اللي قاله دكتور ياسر حمد، مش من حيث التفاصيل، من حيث أسلوب الاختلاف. يعني خلينا نختلف كيما شئنا. أنا معرفش من أين جاب منين محمود أن حزب الوطن من حلفاء والنور من حلفاء، معرفش استند على إيه. حزب الوطن مش حليفكو؟
يعني هو لا انا ما اعرفش انت استندت على ايه يعني قريب يعني احنا كنا يعني احنا على يعني الحزب الوطني طبعا ما كانش لسه قلنا ان في مساعد رئيس جمهوريه من الحزب الوطني لحظه اسكت ولا تتكلم هو مساعد رئيس جمهوريه من قبل ما يبقى رئيس حزب الوطني بالظبط رئيس حزب الوطني بالظبط يعني حزب النور كان منافس لنا في الانتخابات اللي فاتت فانا ما اعرفش يعني على يعني طبعا دي من ضمن شكل الصوره اللي البعض بيحب يرسمها يعني لكن على اي الاحوال انا دعنا نتفق ونختلف حوالين الرئيس وحوالين سياساته وحوالين ما يعانيه الشعب واليات الحل والتقييم وخلينا نختلف حوالين كل ده لكن هل احنا في اطار عام بيحكم هذا الاختلاف ولا كل واحد ياخد البلد ويمشي بها زي ما هو عايز كيفما يشاء لما يختلف مع الرئيس يعني انا دلوقتي المثل ده جميل جدا اللي قاله محمود بيعبر عن حاله من يستشعرون انهم هم الشعب المصري يعني محمود الان بيقول ان انا واحد بيسيق بيا فانا شايف ان هو سايق غلط انت لست الشعب المصري ولست اغلبيه الشعب المصري جميع الاحزاب التي انتخبت ب ومثلت في مجلس الشعب السابق بنسب رفض هذا الكلام او متحفظه عليه بصوره او باخرى وبناء عليه احنا خلينا ما يحكمنا هو الاليات السياسيه والديمقراطيه انا بتكلم وبقول بصوره واضحه هناك صعوبات هذه الصعوبات في اتجاه لحلها لو انا مش شايف النهارده لما انا بتكلم عن انتاج سامسونج ان هو هيبدا يصدر بمليار دولار خلال الفتره السابقه القادمه لما يبدا ينتج للخارج لو انا مش شايف ان ده حاجه في 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 مستقبل الاقتصاد المصري انا عندي مشكله سواء سعد هم اهدافهم في اتجاه اخر واهداف الثوره يمكن قامت ايضا ليها اتجاهات اخرى غير بس ان مصنع سامسونج يفتح اي حال احنا معانا عبر الهاتف الان الاستاذ مصطفى مجدي هو المتحدث الرسمي باسم حمله مؤيد وهي حمله تتضاد مع حمله او حركه تمرد هي حملة تؤيد الرئيس على أي حال سنتعرف على هذه الحملة هو معنا الآن عبر الهاتف أهلا بك يا أستاذ مصطفى معنا أهلا وسهلا بحضرتك سريعا يا أستاذ مصطفى أهدافكم أهداف الحملة إيه تحديدا تمام أنا أولا أنا هعرض لحضرتك بيان تمام وبعد كده في شوية يعني بس ملخص يا أستاذ مصطفى بعد إذنك ملخص بسم الله الرحمن الرحيم انطلاقا من دعمنا للشرعية انطلاقا من دعمنا لإرادة الله وإرادة الشعب انطلاقا من حبنا في إكمال مسار الديمقراطية التي جاءت بالدكتور محمد مرسي رئيسا لنا قررنا إطلاق حملة مؤيد لتأييد أول رئيس مصري شرعي منتخب جاء عبر الصناديق ووجدنا ما لم يكن في الحسبان فإذا بالمصريين يسجلون استمارات التأييد بمعدل 4000 استمارة في الساعة الواحدة فكأنهم يقولون لحملة تمرد لن تنجحوا في زعزعة الأمن العام وإشعال الحروب بين أبناء الشعب. عندنا مدير الحملة الأستاذ محمد علي، منسق الحملة الأستاذ إسلام أحمد. أنتوا وصلتوا لحجم التأييد قد إيه؟ حجم الاستمارات اللي تم التوقيع عليها تأييداً للرئيس؟ حالياً إحنا مش هنعلن عن عدد الاستمارات إلا في آخر الشهر، لكن أنا قلت لحضرتك إن المعدل 4000 استمارة كل ساعة في الساعة. ده الكتروني ولا انتوا نزلتوا للشارع؟ نعم ده الكتروني ولا نزلتوا للشارع يعني؟ حضرتك الحمله بتاعتنا منطلقه من يومين فقط. احنا ده كله الكترونيا لكن ان شاء الله خلال الساعات المقبله هنعلن عن المقر بتاعتنا في جميع المحافظات الكتروني. وهنعلن عن المنسقين بتوعنا. انتوا الهدف كم من الحمله دي اللي انتوا بتواجهوا بيها حمله تمرد يا مصطفى؟ هدف الحملة أولا إحنا بنواجه بيها حملة تمرد عاوزين نوصل لحملة تمرد رسالة إن من السهل قوي إن أي حد من السهل قوي إن أي حد يطلع بيقول لك إحنا هنلم توقيعات أي حد وأي حد يقول أي عدد كده أنا ممكن أقول لحضرتك أنا جمعت 15 مليون ممكن أقول لحضرتك أنا جمعت 30 مليون إيه اللي يثبت صحة كلامي تمام ديت أولا ثانيا الحملة بتاعتنا مش هدفها تأييد الرئيس لأن الرئيس أساسا تأييده من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة فالرئيس مش محتاج ان يتأيد اساسا طيب مصطفى هيكون لكم فعاليات خلال الفترة اللي جاية يعني الخريطة اللي وضعتها تمرد ان هي هتجمع 15 مليون ويوم 30 يونيو هتنزل تعتصم وتتظاهر امام قصر الاتحادية انتوا لكم خريطة مخالفة ان شاء الله احنا الخريطة بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك اللي احنا في خلال الايام المقبلة هنشتغل على ارض الواقع وهنعلن عن المستقيم بتوعنا على جميع المحافظات وهنعلن عن المقر بتاعتنا على جميع المحافظات. انا بس في سؤال استاذن حضرتك بس
الضيف اللي موجود. محمود اتفضل. محمود اكيد انت عايز تسال محمود بدر مش احمد عقيل بتاع الحريه العداله بالتاكيد. اتفضل اتفضل يا مصطفى سريع لو سمحت. تمام. حضرتك الضيف الموجود بيقول الحمله قائمه على نم التوقعات عشان عاوزين انتخابات ديمقراطيه مبكره. تمام. انتخابات رئاسيه. او انتخابات رئاسيه مبكره. انا عاوز اسال الضيف دوت والضيف على ما اعتقد الضيف اللي معاك اللي هو من حزب الحريه والعداله سالوا سؤال وتهرب منه اللي هو ايه يا مصطفى؟ اللي هو السؤال ماذا لو يعني انا معاك ماذا لو فاز الرئيس مره اخرى يعني في الانتخابات دي؟ لا مش ماذا لو فاز جميع الاحتمالات. انا معاك دلوقتي الرئيس محمد مرسي وحش. تمام. ماذا لو الرئيس محمد مرسي نجح مره ثانيه؟ ماذا لو الرئيس محمد مرسي ما نجحش وجي واحد غير محمد مرسي؟ ما في نفس الوقت خلاص بقت هيصه اي حد هيطلع يقول لك انتخابات رئاسيه مبكره. جاوبنا على ده. هو لا ما جاوبش. الاستاذ قاعد يهرب. لا لا مش هنسيبه يهرب المره دي. خليه يجاوب على السؤال. مصطفى انتوا ليكم علاقه اخيره ليكم علاقه بالاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله؟ احنا حمله شعبيه شبابيه ليس لها علاقه بالاخوان المسلمين ولا بحزب الحريه والعداله. وانا عاوز اكد ان اي حد في الفتره اللي احنا فيها ديت من بعد الانتخابات الرئاسيه مش شايف انجازات الرئيس محمد مرسي على ارض الواقع فانا احب اقول له حاجه واحده انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. شكرا جزيلا. بصراحه لو كان معايا متسع من الوقت كنت عرضت لحضرتك انجازات الرئيس محمد مرسي ومن من ضمنها اللي هو مصنع السامسونج اللي بعض حمله التمرد بيتريقوا عليه وهم لو يعني عندهم اول طبله معدن لمنتخب يعني الحقيقه دكتور معانا طرف معانا الدكتور احمد عقيل وهو بيتكلم للحقيقه عن الجزئيه دي. شكرا جزيلا. مصطفى مجدي المتحدث الرسمي باسم حمله مؤيد وهي حمله تستهدف جمع توقعات تأييد للرئيس محمد مرسي مقابل التوقعات التي تجمعها حمله تمرد لسحب الثقه من الرئيس محمد مرسي والانتخابات الرئاسيه المبكره. هو الراجل بيقول لك انت ليه ما جاوبتنيش عن ماذا لو نجح الرئيس طيب محمد مرسي؟ احنا بقى خد فرصة. يعني هتعملوا ايه؟ واحد احنا قلنا نصا لو كمان نجح لو احنا جمعنا توقعات ان محمد مرسي ياخد المدتين مره واحده مثلا يعني حاجه بقى كده بالشكل ده. محمد مرسي عقب الانتخابات الرئاسيه المبكره كما احترمنا في الفتره الاولى فهنحترمه وهنقيمه على اساس برنامجه. يعني هو هيبقى طارح برنامج ثاني ويجدد ثقه الناس فيه على اساس برنامج هنحترمه. ده واحد. ماذا لو فشل بقى وجي رئيس تاني وهم بدأوا يجمعوا حملة توقيعات؟ أعتقد ساعتها لو أن هذا الرئيس يعني لو جم بعد سنة من حكمه ولقوه فاشل أعتقد ساعتها لما ينزلوا للشارع المصري هيتجاوب معهم زي ما الشارع المصري هيتجاوب معهم وبذات هو اللي يختار. هو البعض شايف كده إن إحنا دخلنا في لعبة كل شوية يعني حد ينزل يقول لك أسحب الثقة من الرئيس دوت الفكرة مش كده. واجمع فيها يا أستاذ أحمد لأن الفكرة هنا لما يجي رئيس ببرنامج محترم يحترم إرادة الناخب ويحترم ما تم الاتفاق عليه مع المواطنين هتفرق مع كل مواطن عادي. لما يجي رئيس يهتم بمشاكل المواطنين ويحط قدام عينه خريطه يقول انا في العام الاولاني يجب ان اكون انجزت 1 2 3 وبعد كده يبدا الناس تساله. هو رئيس مسؤول والمسؤول هنا من المسؤوليه. انا بس عندي ملاحظه جميله جدا. انا بس عايز اجابه. انا ما سمعتش اجابه يعني انا قلت الاجابه لو جه رئيس معارض وانا في الشهر التالي ليه جمعت 15 مليون توقيع انا كمان هتجمعهم من غير سبب الناس مش هتديهم لك الناس هتبقى لسه مديها الثقه. لا لا انا بس زي احنا ما كانش ينفع ننزل للناس يا دكتور بعد شهر من حكم الرئيس مرسي وننزل نساله هي دي الفكره اللي بتعمله مليونيه. هو بيقول لك مثلا التيارات المدنيه عملت مليونيه في ميدان التحرير جمعت فيها مليون فالاسلاميين راحوا واخدين بمليونيه ينزل فيها 5 مليون. هنا بقى الفكره من سيلبيه الناس؟ يعني ناس هتروح لمين؟ للي الرئيس الجمهوريه اللي فشل انا وقتها ممكن اوقع ضده. طب انا لو يعني انا جمعت هم لو جمعوا انا هجمع دلوقتي انا عندي ولا 20 مليون يبقى انا اتجه للانتخابات الرئاسيه المبكره ساعتها. نروح ساعتها نسال الناس بقى. لا 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 مش هو عايز ضوابط وقواعد. نروح انا هجمع الناس اكتر من اللي انت هتجمعه. نروح انا وانت الانتخابات ساعتها يبقى بس لا اسال بس على رجعه مش دخلنا في لعبه. بمعنى ايه؟ ان اصلا دور السلطه دورها انها تحل مشاكل المواطنين. بمعنى ان اللي ما يتهرب منه الدكتور هو فكره ان الازمه بسبب مشاكلكم بسبب ان انتم فشلتوا في حل المشاكل. هل كان من ضمن اليات الديمقراطيه ان يصدر الرئيس اعلانا دستوريا يحسن قراراته من قبل المحاكم؟ يعني ايه عدى؟ يعني ايه عدى؟ ما هو انت برضه خالفت الدستور ودست على الدستور وانتهكت الدستور. طب عايز انا بس انا عايز لا لا بس انا بس عندي 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 لحظه ملاحظه مهمه جدا. يعني الدكتور نفسه باعتراف هو شاهد باستطلاع رأي في اليوم السابع
حلو، وقال ان شعبيه الرئيس 50% من شهر تقريبا. حلو، معنى كده ان هو كمان بيعترف بتراجع شرعيته. ما تنساش ان الرئيس ده انتخب 51% وشويه، يعني هو كمان شرعيته ولا شعبيته انت بتتكلم وانت بتتكلم عن شعبيه الرئيس 51%، ده انت بتقول دلوقتي 50% اللي انت بتستنده. طيب انا بقول لك بقى ان كمان بقت 30%. ليه؟ لانه الراجل فشل تماما في انه يحقق مطالب الناس. تعال نروح للصندوق. مركز بصيره بعد 60 يوم من انتخاب الرئيس عمل استطلاع رأي وصل فيه التأييد للرئيس 78%. حلو جدا. وبالتالي واضح ان ممكن شهر يبقى يتراجع الشعبية. حضرتك انزل بقى على التحليل النهاردة اللي كان مكتوب اعتقد جريدة الوطن نشرها، كيف انه يتراجع كل شهر. يعني ازاي يعني حتى الشهر اللي فات نفسه كان 40%. يعني حتى جريده محترمه. جريده محترمه. انا دلوقتي انا النهارده قادر على جمع 20 مليون اليوم قبل 30/6، 20 مليون لاستمرار دكتور محمد مرسي لفترتين متتاليتين بدون انتخابات. كيف سيكون العمل؟ انت دلوقتي بتتوقع توقعات على امر نروح الصندوق. نروح الصندوق ونشوف صندوق ايه. بس ما انت دلوقتي نسيت موضوع فكره الصندوق. خلاص كده اتضرب. احنا كده ضربنا موضوع الصندوق. احنا لازم نروح والتوقعات مش فكره الصندوق. لا عفوا بس عشان خاطر انت بتجمع توقعات. كيف ستضرب فكره الصندوق واحنا اصلا هو قفل كل منح التخيل؟ فاحنا بنقول له يلا نروح للصندوق. لا انا بسالك بس، انت بتجمع التوقعات عشان تروح لايه؟ عشان خاطر اسحب الثقه من الرئيس اللي كذب على المصريين في وعوده. فنروح للانتخابات الرئاسيه انا بقى هجمع 20 توقيع، 20 مليون توقيع ان احنا ما نروحش الانتخابات الرئاسيه مبكره ولا نذهب حتى الانتخابات القادمه. تعال بقى ساعتها تعال نروح انا وانت للناس ونشوف هي تقتنع بكلام مين. صح ولا نروح انا وانت للناس وللصندوق الشرعي لا في مؤسسات هي اللي تحدد دوت. طب ما هي المؤسسات دي بتحاصر وبيعتمد عليها ومحدش بيتكلم. يعني مش المؤسسات دي مثلا منها المحكمه الدستوريه العليا مثلا من ضمن المؤسسات حصرت وتم منعها من اصدار حكم. ماذا لو ان المحكمه الدستوريه في 2 يونيو القادم حكمت بحل مجلس الشورى والقضيه لسه منظوره؟ ماذا لو حكمت بحل الجمعيات؟ خلاص يبقى المساله مش كويس خلاص. ما تم حصرها اصلا عشان ما تصدرش حكم. يعني هي دي الفكره. هي فكره هي ايه؟ ان هم بيحصروا كافه منافذ التغيير السلمي. طيب. وبعد كده لما انزل عشان خاطر اقول للناس ده حقنا فيقول لك. طيب. لا مش هتعمل كده. انا هدي لحضرتك دقيقه دكتور عقيل ودقيقه لبدر. اتفضل. واضح نجمل ما ذكرناه. بسرعه انت وجهه نظركم فيما يقومون به في حمله تمرد لسحب الثقه من رئيس الجمهوريه وتظاهره واعتصام امام قصر الاتحاديه 30 يونيو القادم. تمام. احنا ما عندناش مشكله. انا بتكلم بقول واضح ان هناك غياب للمعلومه. يعني هناك برنامج اقتصادي للرئيس معروف ومنشور، وكون ان احنا نخرج في مظاهرات ونعمل فعاليات دون ان احنا نكون عارفين ان هناك برنامج اقتصادي لرئيس الجمهوريه خلال 4 سنين، ده غياب كبير للمعلومه. انا في اعتقادي ان سواء حركه التمرد او الاحزاب او غيره يسلك ما شاء من 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 طرق سلميه وديمقراطيه للتعبير عن رايه، لكن انا مش عايز قبل الانتخابات الجايه تطلع الاحزاب تقول والله احنا ما مش مستعدين وعايزين وقت وما الى ذلك. احنا رايحين على انتخابات نيابيه. هذه الانتخابات النيابيه سينتج عنها حكومة ووزارة حسب الدستور الجديد، وبناء عليه على الجميع أن يسلك ما شاء من السبل. عايز تخليك في التظاهرات خليك في التظاهرات، عايز تعتمد على الاعتصامات اعتمد على الاعتصامات. في النهاية إحنا أمام استحقاق انتخابي في شهر 10 اللي جاي، وإحنا بننبه الجميع لهذا. شهر 10 اللي جاي هناك استحقاق هو انتخابي. هو لم يحدد تحديدا في شهر 10 ممكن يكون حسب الجدول تقريبا في هذا في هذا في هذا الوقت تقريبا. مش عايزين نيجي ساعتها نكرر اللي قلناه في شهر مارس 2011 ان احنا مش مستعدين للمره السابعه على التوالي. يبقى لجوء لصندوق للانتخابات البرلمانيه القادمه لتحديد الشعبيه والقرارات. وانا باكدك لا ذهب الى خلاص اخيرا بس اذكر التاريخ ان شباب حمله التمرد اخذوا مصر باتجاه المقاومه المدنيه السلميه الحقيقيه على طريق ثوره 25 يناير وان هؤلاء الشباب لن يتراجعوا الا بتحقيق اهداف الثوره وعلى راسها القصاص لدماء الشهداء. من بين هؤلاء الشهداء شهداء محمد الجندي وكريستي والحسيني ابو دوف وجابر جيكا كل من سقطوا في عهد الرئيس محمد مرسي. سيذكر التاريخ أيضا أن هؤلاء الشباب رفضوا الخضوع لأي شيء بما فيه تهديدنا بالتحويل لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ اللي كانوا هم بيحولوا ليها، بما فيه احتجازنا ومنعنا من العمل من النشاط داخل الجامعات اللي هم كانوا بيعانوا منه وبيقولوا أن هم بيعانوا منه. سيذكر التاريخ أن جماعة الإخوان المسلمين مارست مع معارضيها كل ما كان يمارسه حسني مبارك وأكثر كثيرا. شكرا جزيلا أح محمود بدر المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد. شكرا جزيلا. كما أشكرك دكتور أحمد عقيل المتحدث الإعلامي لحزب الحرية العدالة. شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. أترككم الآن وصور حية من ميدان التحرير ومحيط قصر النيل. ابقوا معنا.